موضوع النهارده ايه؟ هنبدا نطلع شويه بالانترودكشن ليفل الاعلى مستوى اعلى. هنبدا نطلع بالانترودكشن بتاعتنا ليفل 2 للاير اسمها لاير 2. انا داخل كمان ايه؟ هو في مشكله برضه مش عارف. عايز تقدمها قدام شويه؟ كاميرا ولا انا؟ لا هو حضرتك. طيب هو ممكن يروح شويه بس هناك يمين شويه؟ طيب فهنوصل للاير 2. لاير 2 بتتكلم عن داتا لينك لاير. عايز افكرك لما نرمز للاير بارقام ده معناه ان احنا بنتكلم عليها من وجهه نظر الاو اس اي موديل. ففي الاو اس اي موديل لاير اسمها لاير 2. لو بنتكلم بقى على تي سي بي اي بي موديل هي نفس بالظبط مهام اي لاير، نفس مهام لاير اسمها نتورك اكسس. رحنا في الاو اس اي موديل لاير 2 ده رقم ليها او داتا لينك لاير ده اسم ليها. في التي سي بي اي بي موديل لاير اسمها نتورك اكسس. يعني لو فكرنا بالتي سي بي اي بي موديل كان شكله بالشكل ده كده. كان في لاير في القاع بتاع الموديل اسمها نتورك اكسس. لو نفس الشكل بالظبط على الاو اس اي موديل، لو بنتكلم بالظبط على الاو اس اي موديل هنلاقي الاو اس اي موديل النتورك اكسس دي اللي هي كانت عباره عن فيزيكال لاير اللي هو الكلام عن الكابلات والكونكتورز والانترفيسز والحاجات دي، والنهارده بنتكلم على الداتا لينك. طيب ليه يعني من الاخر هتعمل ايه؟ يعني في وسط الكلام هتعمل ايه؟ الداتا لينك لاير هي لاير 2 او اللي اسمها نتورك اكسس لاير هي مسؤوله عن نقل الداتا فروم هوب تو هوب. هوب تو هوب داتا ديليفري، نقل الداتا فروم هوب نتورك اكسس اكسس زي عن نتورك. اند كمان هوب تو هوب كنترول، مقصود ايه بكلمه كنترول؟ معالجه المشاكل اللي ممكن تحصل الداتا اللي بتتنقل في الهوب تو هوب. يعني تاني الداتا لينك لاير وظيفتها نقل الداتا خطوه بخطوه ومعالجه المشاكل اللي ممكن تحصل في الهوب تو هوب. ساعات بتتسمى الماك لاير ميديا اكسس كنترول. وما مقصود بكلمه ميديا اكسس؟ ميديا اكسس ان انت تاكسس على الميديا، يعني من الاخر كنترول عشان نقدر ان احنا نعمل نقل للداتا ومعالجه مشاكل للداتا في النقطه. فممكن نسميها كلمه ماك او ممكن نسميها بالجمله الطويله. كلمه ماك تعتبر كلمه افضل شويه عايزين نستخدمها النهارده كتير. يعني النهارده من الحواديت اللي عايزين نحكي عنها ايه؟ عايزين نحكي عن الماك ادرس. والمقصود بماك ادرس يطلع مقصود بكلمه ماك ادرس هوب ادرس. ايه الادرس اللي نستخدمه عشان ننقل الداتا هوب باي هوب؟ هنتكلم النهارده برضو عن حاجه اسمها ماك ميثود عشان نقدر نوصل فروم هوب هوب. ايه الطريقه المثلى هوب تو هوب ميثود؟ وهنتكلم النهارده عن ماك فلو كنترول ازاي نقدر نتحكم في تدفق المعلومات فروم هوب تو هوب. وهنتكلم النهارده عن ماك فريم يا ترى ايه شكل الفريم اللي ممكن ننقل بيه الداتا في النقطه. واخر نقطه اللي هي الثمار الحدوته دي كلها النقطه الاخيره معانا في الاجنده النهارده لاير 2 ديفايس. وقفتنا هتبقى عامله ازاي؟ هنشرح الاول الماك ادرس وبعدين اديك فرصه تسال. الماك ادرس هياخد تقريبا البورد كامله مننا وبعدين اديك فرصه تسال. وبعدين هنشرح الماك ميثود الماك فلو كنترول دول برضه هياخدوا سبورت وبعد كده اديك فرصه تسال. وبعدين هنشرح الماك فريم واديك فرصه تسال. وبعدين لاير تو ديفايسز واديك فرصه تروح. مواضيع بسيطه مش هتاخد منها ان شاء الله وقت طويل. تعالى نبدا بيهم واحده واحده. اول واحده عايزين نتكلم ايه هو الماك ادرس. الماك ادرس هو هوب تو هوب ادرس. يمكن كنا اتطرقنا للموضوع بتاع الماك ادرس ده في اخر السيشن اللي فاتت. وكنا قلنا ان الماك ادرس هو عباره عن 48 بيت ادرس. عشان خاطر الماك ادرس 48 بيت فعدد البيتس هيبقى كتير قوي على الانسان ان هو يتعامل معاه. فعشان كده هنعرض الماك ادرس دوت بشكل ثاني. قلنا هيتعرض بشكل افضل ان هكس ديسيمال.
وصعد لما هيبقى الماك ادرس شكله هيكس ديسمال، يعني هيبقى الفورمه بتاعته ازاي. كنا هيبقى في الاخر عباره عن 12 حرف هيكس، 12 حرف، ده العنوان بتاعي. نص الماك ادرس قلنا هيعبر عن اسم الشركه اللي صنعت الكارت، ونص الماك ادرس الثاني يعبر عن رقم الكارت نفسه. نص الماك ادرس يعبر عن مين هو الفندور اللي صنع الكارت، فندور بارت او بيتسمى ساعات او يو اي. والنص الثاني من الادرس هو عباره عن اسم الكارت نفسه اللي صنعه الفندور اللي هي الشركه اللي صنعت الكارت، هوست بارت. ملحوظه هامه جدا بقى، الماك ادرس ده بيبقى مين؟ الماك ادرس ده بيبقى بيرن اون. بيرن اون بمعنى مطبوع على، محروق على الروم اوف دي تي اي ان اي سي. يعني بيجي الماك ادرس ده ازاي؟ يجي من المصنع على الماك، على الروم بتاعت كارت النتورك. مش اي كارت نتورك، الكروت النتورك بتاعت دي تي ايز. يعني نقطه هامه من النقط بتاعتنا، انك انت لما يبقى عندك كمبيوتر وهنجيب له نتورك انترفيس كارد، هنجيب له نيك، هيجي من المصنع مع النتورك انترفيس كارد. طالما ده نتورك انترفيس كارد الكمبيوتر هيجي معاه ماك ادرس. طب ولو راوتر، لو راوتر مثلا جبت له نيك او اتنين، كل نتورك انترفيس كارد عشان ده برضه راوتر يعني دي تي، يبقى ليه ماك ادرس، ماك ادرس بي، ماك ادرس. ومستحيل ماك ادرس الكارد، اشمعنى؟ في هيئه مسؤوله عن تنظيم الماك ادرس ده. مين الهيئه المسؤوله عن تنظيم الماك ادرس ده؟ فعلا الاي تريبل اي اي، هي المسؤوله ان هي تدي لكل فيندور كود غير الثاني، وهي المسؤوله ان هي تتابع مع كل فيندور انه ما يكررش الهوست بارت ابدا. فلكل نتورك انترفيس كارد على كمبيوتر دي تي اي، على راوتر، ما هو الراوتر بنصنفه ان هو دي تي اي، هيبقى ليه ماك ادرس. طب لو جينا بقى للسويتش، لو جينا للسويتش اللي هو دي سي، لو جينا للهاب اللي هو برضه دي سي اي، ده رمز السويتش، ده رمز الهاب. هيطلع ان دي سي ايز ما لهمش ماك ادرس، وان كان بعض دي سي ايز ممكن يفهموا ماك ادرس. يعني ده يعني لو جينا مثلا الهاب، عارف ان الهاب زي ما كنا قلنا قبل كده ان هو خروج ما بيفهمش اي حاجه، وطبيعي كل الكروت اللي راكبه في الهاب ما بتفهمش اي حاجه، فاكيد ما لهاش ماك ادرس، ما بتفهمش ماك ولا تفهم اي بي. كارت الدي سي اي بتاع الهاب ما بيفهمش اي شيء، دامي نتورك انترفيس كارد. بيشتغل ازاي؟ كان حتى الهاب، الهاب ما بيحتاجش خالص اي ماك ادرس للداتا اللي بتجيله، ودايما مش عارف، لو مش عارف الهاب مين يوصل لمين كده كده كان دايما بيفلط. المفاجاه بقى ان السويتش هو كمان عشان دي سي اي النتورك انترفيس كارد بتاع الكروت اللي راكب في السويتش، يعني ايه دي السويتشات اللي موجوده دي؟ السويتش مثلا ده 24 بورت، ولا بورت من البورتات اللي موجوده في السويتش يبقى ليها ماك ادرس. ليه بقى؟ مش محتاجه في حاجه، تفكر معايا، سويتش 24 بورت، لو كان كل كارت من البورت بتاعته ليه ماك ادرس، كان كده السويتش كوش على كام ماك ادرس لوحده؟ 24 ماك ادرس، مش هيستفاد منهم في حاجه. ليه مش هيستفاد منهم في حاجه؟ في الاخر لما بيجي حد اسمه ايه؟ يتكلم مع حد اسمه مثلا ايه؟ ايه لما بيحب يبعت داتا؟ بيبعت داتا على طول على ديستنيشن ماك مثلا ايه؟ ديستنيشن ماك ايه يعني ايه؟ ايه عايز يتكلم ايه؟ فلو ان سويتش كده ولا كده الكروت بتاعته ملهاش لازمه ان هي يكون ليها ماك ادرس. ليه؟ ما هو في الاخر الكروت بتاعته لو ليها ماك ادرس هنستفاد منها ايه؟ هبعت على الماك ادرس بتاع سويتش؟ طب انا هبعت على الماك ادرس بتاع سويتش ليه؟ طب ما انا كده كده هعدي على سويتش، هعدي على سويتش. عشان كده هم لو السويتش طالما كده كده هنعدي عليه، هنعدي عليه عشان هو سنترلايز ديفايس، ليه نديله ماك ادرس؟ وليه الداتا تبقى طالعه على الماك ادرس بتاع السويتش؟ نخلي الداتا صح تبقى طالعه على اي ماك ادرس، الماك ادرس بتاع الهوب اللي بعد السويتش، القفزه اللي بعد السويتش. يعني بالنسبه لنا سويتش ولا كارت من الكروت بتاعته هيبقى ليه ماك ادرس. مش معنى لان هو مش محتاج. ليه مش محتاج؟ لانه في الاخر السويتش عباره عن نقطه مركزيه، كل الناس فود سنترلايزد حواليها، وعباره عن ستار توبولوجي. في يوم ما يحب ايه؟ يكلم ايه؟ ايه هيروح باعت على عنوان ايه؟ مش هيروح باعت على عنوان سويتش. لو بعتنا على عنوان سويتش هنستفاد ايه؟ طب لو بعتنا على عنوان سويتش، السويتش بعد كده هيعمل ايه لما الداتا تبقى جايه على عنوان؟ ما هو مش عارف في السويتش كده ساعتها انت رايح لمين؟ انت بتبعت على عنوان السويتش، السويتش يقول لك طب وانت حضرتك رايح لمين؟ انا مش عارف انت عايز توصل لمين؟ انت كنت جاي لي وبعت لي على عنواني كده، يبقى الداتا كانت هتقف عليه.
وعشان كده ولا دي سي ان دي سي ايز يبقى انكابرس. ما ننكرش ان السويتش بيفهم ماك. ليه بيفهم ماك؟ عشان هو انتليجنت ديفايس. يعني ايه بيفهم ماك؟ يعني لما تيجي داتا رايحه لاي هيعرف يوصلها للماك ادرس بتاعي. بس هو نفسه شخصيا لو ان هو مش محتاج يكون ليه ماك ادرس. يعني من الاخر القانون بيقول ايه؟ قاعده التي سي بي اي بي مثلا بتقول ان الماك ادرس هو ادرس بيرنت اون مطبوع على الريد اونلي ميموري بتاعه النتورك انترفيس كارد بتاعه الدي تي ايز بس. وده ما يمنعش ان بعض الدي سيز بيفهموا ماك مش ليهم ماك. بيفهموا ماك وما لهمش ماك. يعني السويتشات طبعا بتفهم ماك بس ما لهاش ماك. اما الهبات لا بتفهم ماكات ولا ليها ماكات ان هي تعتبر دامي ديفايسز. ولكن لو ذكرت من الكروت بتاعه اي دي تي اي كارت كمبيوتر كارت راوتر الريد اونلي ميموري بتاع الكارت ده يبقى نازل عليها الماك ادرس بتاع الكارت. اما لو الكارت ده كارت راكب في سويتش كارت بيركب في سويتش فالكارت ده ملوش طبعا اي ماك ادرس. ليه؟ السويتش يفهم ماك ولكن مش محتاج كان يبقى ليه ماك. عشان كده القاعده بتقول ان الماك ادرس بيرنت اون روم اوف دي تي اي اي سي نتورك انترفيس كارد اوف دي تي ايز كمبيوترز راوترز اي بي فونز بلاي ستيشنز ولكن مش سويتشز مش خالص. ولسه معلش اديني فرصتي في النقطه دي اوضحها اكتر واكتر. اوضح اكتر ازاي؟ عن طريق ان احنا نميز انواع الماك ادرس. وهي انواع ماك ادرس انواع الديستنيشن ماك ادرس. يعني نبدا كده خارج على حاجه اسمها ديستنيشن ماك. فاحنا عايزين نشوف يا ترى ايه هي انواع ديستنيشن ماك. هيبقى ايه المقصود بكلمه ديستنيشن ماك؟ المقصود بكلمه ديستنيشن ماك نكست هوب ماك. types of next hop. اشمعنى اطلع الماك هو العنوان اللي بتوصل بيه للخطوه اللي بعدها؟ مع العلم ان السويتش سويتش بالنسبه لنا جهاز شفاف ما بيعتبروش خطوه بعدها. كده كده اصل هعدي السويتش هعدي السويتش كل الناس تقدر توصل عليه فبلاش لازم ان احنا كنا نحدده كخطوه بعدها. بالنسبه لنا ما المقصود بكلمه next hop؟ next hop هو next دي تي اي. ايه اللي يعتبر بالنسبه لنا هوب؟ مش السويتش مش الهب. السويتش او الهب اعتبروها اجهزه شفافه ما بنعتبرهاش هوب. ان هي ملهاش مكان. امال مين بالنسبه لنا نيكست هوب؟ راوتر كمبيوتر دي الاجهزه اللي المفروض بتفهم في الشبكه. فالاجهزه اللي دي تي ايز اللي هي بيبقى ليها اي بي هي اللي بالنسبه لنا ممكن نعتبرها هوب عشان حاضر هيكون اكيد ليها ماك. فما هي عناوين النيكست هوب ماك؟ احنا عندنا ثلاث انواع من النيكست هوب ماك. ان ممكن تكون الداتا خارجه من كمبيوتر من كمبيوترات وغرضها توصل لاني خطوه جايه يعني غرضها تستغل اني ماك ادرس غرضها توصل لحاجه اسمها يوني كاست ماك. او ممكن الداتا تكون خارجه من الكمبيوتر بتاع اي حد مننا يكون غرضها ان هي توصل لاني نيكست هوب يكون غرضها ان هي توصل للبرودكاست ماك. فده نوع تاني من انواع المكان من انواع نيكست هوبس. ممكن تكون الداتا خارجه من عندنا وغرضها ان هي توصل للنوع الثالث والاخير حاجه اسمها مالتي كاست ماك. وايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الفرق ما بين الثلاث انواع من الماكات ان واحد منهم يوم ما بعمل مع الداتا يوم ما انا بسن only one بي بروسيس الداتا. مقصود ايه بكلمه بي بروسيس الداتا؟ تجيله الداتا بيفك الراس ويفك الديل ويشوف الداتا فيها ايه. فالفرق ما بين الثلاثه ان لما ببعت الداتا يوني كاست انا ببعت انا واحد ومين النكست هوب؟ والنكست هوب only one. طب والبرودكاست؟ البرودكاست انا برضه نفسي ممكن اكون بسن بس المره دي قول اللي موجودين في النتورك بتاعتي بي بروسيس. النوع التالت يفرق في ايه؟ ان انا ممكن اكون بسن الداتا اند جروب من اللي موجودين هو البي بروسيس. والكلام ده عايز اخليه ضيق شويه في اي نطاق؟ عايز اخليه ضيق في نطاق برضه لان اشمعنى؟ لسه لما نبدا نخش في الراوتر وفي لير 0 نخش في لايرز اعلى من كده نتكلم عن الويب. بس طول ما احنا لسه في الانترودكشن في المبادئ بتاعتها حتى السيشن الجايه خلينا بنتكلم على اللان بحيث تتخيل الموضوع الاول جوه اللان سهل قوي في تخيله سهل قوي في توقعه سهل قوي في احساسه. عشان كده نعتبر بنتكلم لير 2 النهارده كمان عن اللان. واذا ذكرت اللان ذكرت تكنولوجي اسمها انترنت. يعني تعالى نتكلم مع بعض بقى لو انا جوه لان يعني ايه 1 يتكلم مع 1 يعني ايه 1 يتكلم مع اول يعني ايه 1 يتكلم مع جروب. عشان نقدر نوضح حته زي دي
نرسم بس رسمه بسيطه. بعد ما نخلص الفرق ما بين الثلاثه طبعا هديك فرصه تسال بقى براحتك وتستفسر عن ايه الحاجه اللي كانت شغلاك اثناء شرح الثلاثه دول. ولكن في الاخر الثلاثه دول هم ايه؟ الثلاثه دول هم عباره عن انواع ديسيشن ماب. فعلا هتطلع دايما الداتا اللي خارجه من اي كمبيوتر يطلع على ماك ادرس بيتصنف انه يونيكاست. الداتا بتبقى طالعه بماك ادرس بيتصنف انه برودكاست. الداتا بتبقى طالعه بماك ادرس بيتصنف انه هو مالتي كاست. والفرق انت حابب تكلم مين؟ حابب تكلم شخص واحد من الموجودين في اللاب بتاعتك فده كده اسمه يونيكاست. حابب تبعت الداتا وتوصل لكل اللي موجودين في الشبكه بتاعتك ده بيسموه برودكاست. حابب تبعت الداتا توصل لمجموعه يعني احنا اهو موجودين انا عايز الداتا بتاعتي توصل مثلا للبنات بس للولاد بس لخريج جامعه معينه بس فده بينسميه مالتي كاست. مالتي كاست لما الداتا بتاعتي توصل لجروب من الموجودين في نفس اللان عشان شرحنا بس يبقى مبسط نتكلم لسه الكلام ده عن اللان. مثال رسمة بشوية كمبيوترات وشوية الكمبيوترات دي مربوطة على هب. وليه هنخلي الكمبيوترات مربوطة على هب؟ عشان مش عايز اشغل دماغك ان انا احط مثلا سويتش وتقعد تفتكر مثلا السويتش ده هو السبب في اللي هيحصل. انا هحط لك هب لان احنا عارفين ان الهب ما بيعملش اي حاجة غير انه يفضل. فمش عايز تفكيرك في الفرق ما بين اليونيكاست والبرودكاست والمالتيكاست يروح ناحيه ان سويتش طب بيعمل ايه طب بيتصرف ازاي. احنا لسه ما خدناش سويتش ده المحاضره الجايه كلها ان شاء الله سويتش. فعشان كده هرسم لك في الثلاث حالات رسمه هب. اشمعنى؟ عشان ما تفرقش يعني يبقى بالنسبه لك الجهاز في النص ده مش هو اللي شاغل بالك. ثلاث حالات هيتفضل. امال ايه اللي عايزه يشغل بالك؟ كلمه يونيكاست كلمه مالتيكاست كلمه برودكاست. المفروض كل كارت من كروت النتوركس اللي جاي مع الكمبيوترات يبقى جاي على الريد اونلي ميموري بتاعته على الروم بتاعه ماك ادرس. ده لو كان طبعا الكارت ده الكارت بتاع دي تي بتاع الكمبيوتر. المهم طيب يعني كل كمبيوتر من دول المفروض يبقى ماك ادرس. تمام. الكمبيوتر ده الماك ادرس مثلا بتاعه الكمبيوتر ده الماك ادرس بتاعه الكمبيوتر ده الماك ادرس بتاعه سي وده الماك ادرس بتاعه دي. طبعا هو الماك ادرس من كام حرف؟ من 12 حرف. بس عشان خاطر بس نبسط الشرح هكتبه بس حرف واحد وخلاص. خلاص شويه حرف؟ شويه بس. بس شايف البورد كويس ولا هتحب تقرب اكتر؟ لا شويه. اكيد. لا عملت عملية كلمة مبروك بس الصف الأول بتبقى الدنيا مريمة شوية. أه لسه مريمة في عندي بس. تمام بس لا هتظبطها على طول كده إن شاء الله. عفوا بس. طيب فإيه بقى هو اليونيكاست؟ اليونيكاست إن واحد من الكمبيوترات دي قرر إن هو يبعت داتا لواحد من الموجودين معاه في اللان. أنا عشان أبعت داتا لواحد والواحد ده بس هو اللي يقدر يستقبل الداتا فلازم أبعتها على العنوان بتاعه. بمعنى إيه عايز يبعت داتا؟ فعشان يبعت داتا لواحد من الموجودين مثلا عايز يبعت داتا لدي بس هيكتب ان الديستنيشن ماب بتاع الداتا هو دي. هفكرك بس ان الداتا بتبقى خارجه من الكمبيوتر ليها ثلاثه راس وديل واللي ما يعرفش يعني ايه ثلاثه راس وديل هنوضح النهارده ان شاء الله ان ديتيلز لما نتكلم عن حاجه اسمها الماك فريم. هنبدا واحنا بنحكي عن الفريم نوضح معنى ان الداتا ازاي بتكون بثلاثه راس وديل. فالداتا بتبقى خارجه من الكمبيوتر ده بثلاثه راس وديل احد الرؤوس بيبقى مكتوب فيها معلومه مين الخطوه الجايه مين الديستنيشن ماك. فلو الديستنيشن ماك هو شخص واحد بس من الموجودين دول يبقى معنى الكلام ده اسمه يونيكاست. يونيكاست اللي هو انا هبعت داتا وواحد بس من الموجودين هو اللي هيبروسس الداتا. مع العلم طبعا ان الهب لو في جهاز في النص اسمه هب الهب ده جهاز فعلا لا يفقه شيء لطيف ما يعرفش اي حاجه. وبيعمل ايه كل ما تجيله داتا؟ يفلط يطلعها يمين شمال فوق تحت. كلمه تفلط يعني يطلعها من كل البورتات بتاعته. ليه؟ يقول لك انا مش فاهم اوصل الداتا دي ازاي؟ فخرجها من كل حته وصاحب مصيبه يبقى ياخد الداتا. ايه اللي هيحصل بقى؟ الداتا دي لما بتوصل لكل اللي موجودين في الشبكه بي هيبدا يقارن الداتا يقول انا اسمي بي الكارت بتاعي مكتوب عليه ماك ادرس اسمه بي والداتا دي مكتوب عليها ان هي رايحه لحد اسمه دي. مش هيستقبل الداتا يعني مش هيستقبلها يعني مش هيدخلها على الميموري بتاعته خالص. لا الميموري بتاعت الكارت ده بيبقى عليه ميموري ولا الميموري بتاعت الكمبيوتر كمان. يعني الكارت ده عليه ميموري والكمبيوتر بيبقى عليه ميموري هو
هو مش هيدخل اصلا الميموري بتاعت الكارت ده، ومنه يبقى مش هتخش الميموريز بتاعت الكمبيوتر بتاعك، يعني مش هتخش الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، مش هتخش بتخش الرامات بتاعت الكمبيوتر، يعني الداتا دي هتبقى كانها ما جاتلوش خالص. طب ما موسيقى هيعمل نفس الكلام، موسيقى لما يلاقي الداتا رايحه لحد اسمه دي، وهو مكتوب على الكارت بتاعه مطبوع عليه للمصنع ان هو اسمه سي، بيعمل ايه في الداتا؟ بيعمل لها دروب، دروب يعني بيرميها، ما بيدخلهاش في الميموريز بتاعته، ما بيدخلهاش في في الميموريز بتاعت الكمبيوتر او بتاعت الكارت. اما بقى دي، اما دي هيعمل دي، هيلاقي الداتا مكتوب عليها ان هي جايه لحد اسم دي، هيقارن الماك ادرس بتاعه بالماك ادرس الموجود في الداتا، فيعرف ان الداتا دي بتاعته، فهيعمل ايه؟ هياخد الداتا ويفك راس، يفك الراس ويفك راس والديل. لما يفك مجموعه الرؤوس والديول والحاجات دي، اهو ده اللي احنا بنسميه بروسيسنج. كلمه بروسيسنج ان هو بيعمل ايه في الداتا؟ ان هو بيعمل في الداتا حاجه اسمها دي انكابسوليشن او دي كابسوليشن. دي كابسوليشن او دي انكابسوليشن يعني بيفك الاغلفه بتاعت الداتا. هو ليه هيفك الاغلفه بتاعت الداتا؟ الوحيد اللي بيفك الاغلفه بتاعت الداتا ويعمل حاجه اسمها دي انكابسوليشن هو الجهاز اللي شايف الداتا دي جايه على عنوانه. فطالما الداتا جايه على عنوانه يبقى اكيد كان لازم يفك الاغلفه عشان يشوف الداتا نفسها فيها ايه. اصل الثلاثه راس وديل دول هدفهم ضبط الشغل. فهو لما بيلاقي المعلومات اللي في الرؤوس والديل بتاعه الداتا جايه ليه هو، يقول لك ايوه ده المفروض الداتا دي جايه لي انا، فانا عايز افك هو ظبط الشغل ده عشان اشوف الشغل اللي جوه. ايه الشغل اللي جوه؟ هو ميلينج ولا براوزنج ولا داونلودنج ولا غيره. فالجهاز اللي بيلاقي الداتا جايه على الماك ادرس بتاعه هو الوحيد اللي بيقعد يفك في الراس ويفك في الديل، يعمل حاجه اسمها دي انكابسوليشن او دي كابسوليشن عكس كلمه انكابسوليشن. انكابسوليشن يعني تغليف الداتا، دي انكابسوليشن فك الاغلفه دي. فاحنا بنسمي عمليه ان هو فك الاغلفه دي ان هو خلاص بيبروسس الداتا، يعني بيبروسس هيدخل الداتا على الميموري بتاعته وعلى البروسيسور بتاعه عشان يشوف يا ترى الداتا دي عايزه ايه؟ جايه فين؟ رايحه منين؟ ايه المراد منها؟ وبكده يبقى واحد بعت وواحد بس اللي عمل بروسيس. بعض الاسئله اللي ساعات بتشغل الناس في الحته دي بتقول هو منين الكمبيوتر ده اللي اسمه ايه اللي جاي من المصنع؟ الماك ادرس اسمه ايه؟ عارف ان في معاه في اللان حد الماك ادرس مثلا بتاعه اسمه دي. عارف منين او هيعرف منين ان في حد الماك ادرس بتاعه اسمه بي؟ هيعرف منين ان في حد الماك ادرس بتاعه اسمه سي وهكذا؟ يعني منين هيعرف كل جهاز ان في اجهزه معاه في نفس شبكته ليها 12 حرف اكس ديسمال بالاشكال اللي هتكون موجوده في الشبكه؟ في الحقيقه دي ليها طريقه، يعني ليها بروتوكول. بمعنى ايه ليها بروتوكول؟ يعني لسه قدام شويه ان شاء الله على السيشن ال 11 ولا حاجه او تم هندرس بروتوكول اسمه الاي ار بي. انا بس برد على القصه دي عشان خاطر لو حد بس يعني بقى سهل يبقى تساؤله اقل شويه. في بروتوكول اسمه اي ار بي، ده بيعمل ايه؟ ده مجرد ما انت بتوصل بس كابل في الكمبيوتر كده، البروتوكول تبع تي سي بي اي بي موديل بيشتغل لوحده. بيعمل ايه لما بيشتغل لوحده؟ بيقعد بالظبط كده يسال كل الناس اللي ما في الشبكه اللي هو يا جماعه انا ظهرت في الشبكه جديد، انتوا بقى مين؟ لو سمحتوا ابعتوا لي ماكاتكم واي بي هاتكم. ماكاتكم واي بي هاتكم يعني قصدي ايه؟ قصدي ان في بروتوكولز مساعده في الشبكه هتخلي جهازك اول ما توصل على نتورك يعرف مكان واي بي هات الناس اللي معاه في نفس النتورك. احد البروتوكولز القويه دي بروتوكول اسمه الارك، ده بيبقى جزء من الدي سي بي اي بي موديل وبيشتغل بمجرد ما بلاج الكيبل، يعني مجرد ما اعمل بلاجنج للكيبل كمبيوتر اوصله بس على نتورك، اوصله على سويتش، اوصل كارت النتورك للكيبل كده خلاص ليرز كلها ابتدت خلاص تتكامل، يعني لير 1 الكابل واصل، لير 2 الكارت واصل، الكمبيوتر بتاعك بيحس ان خلاص بدا يعيش، يبدا الكمبيوتر يبعت بالبروتوكول اللي اسمه الارب ده يقول يا جماعه مكاتكم ايه واي بي هاتكم ايه؟ يعني بيحاول يعرف مكات واي بي هات. لير 2 بروتوكول ليه بس هو لير 2؟ عشان يطلع بيشتغل على اللان بس، يعني بيجيب مكات واي بي هات الناس اللي معاه في نفس شبكته بس، كل الهوبس اللي حواليه. هو ده يمكن ده اساس تسميته وتصنيفه لير 2 بروتوكول. طبعا لسه لما ناخده بالتفصيل اكتر هنعرف اكتر ليه سموه لير 2 بروتوكول. هو فعلا الارب ده بروتوكول تبع نتورك اكسس لاير، تبع داتا لينك لاير، نازل مع تي سي بي اي بي موديل، يعني انت مش بتسطبه او بتشغله، هو نازل بيشتغل لوحده. اول ما توصل الكابل بيبدا ان هو يجيب باكات واي بيات كل الناس اللي معاه في نفس اللان بس، كل الهوبس اللي حواليه بس اسمه الارك. انا مش بشرحه، يعني انا يمكن اول مره حتى كده اتكلم فيه في سيشن السيشنز اللي بدري بالشكل ده، لكن الجروب بتاع يوم الاربعاء بالليل يعني قعد يتساءل كتير قوي، قعد يسال كتير قوي حتت ازاي الكمبيوتر ده بيعرف ان في حد معاه في شبكه اسمه بي؟ ازاي بيعرف ان في حد اسمه بي؟ ازاي بيعرف حد في اسمه سي فولت عشان خاطر تبقى التو جروبس عندهم نفس الوتش اللي ماشيين زي بعض؟ فولت احكي لكم بالظبط زي ما حكيت لهم ان هم سالوا ايه يا ترى الطريقه اللي بيها الكمبيوتر بيعرف ماكات واي بيات الناس اللي معاه في شبكته، في شبكته بس هيطلع حاجه اسمها اي ار بي. اختصار لايه؟ بيشتغل ازاي؟ ده لسه قدام شويه. بس انا قصدي ما تقلقش،
كمبيوتر بيقدر يعرف الماكات والايبات بتاعت الناس اللي حواليه قبل ما يقرر يبعت لهم داتا. قبل ما يخرج الداتا الثلاثه الاسود دي يبقى عارف الناس اللي حواليه بس. اما الناس البعيده محتاج لهم بروتوكولز ثانيه، يعني لسه هندرس بروتوكولز ثانيه عشان يقدر يجيب الايبات بتاعت الفيسبوك بعيد عنه، هوت ميل بعيد عنه، الياهو الجوجل دول ناس بعيد عنه. لكن الناس اللي معاك في نفس الشبكه دول هيعرفهم جهازك لوحده بمجرد ما توصل بس كده. طيب فكده ليه نكاست ان اونلي سنت اند اونلي وان في الاخر هيعمل بروسيسنج. يفرق ايه بقى حاجه اسمها البرودكاست؟ البرودكاست لو الكمبيوتر ده برضو الماك ادرس اللي جاي معاه من المصنع اسمه ايه، والكمبيوتر ده الماك اللي معاه من المصنع اسمه ايه، والماك من المصنع بتاع الراجل ده اسمه سي، والماك اللي نازل من المصنع مع الكمبيوتر ده اسمه دي، في بقى ماك ادرس هيطلع كومن ما بين كل الكمبيوترات او دي تي ايزل في العالم. الاي تريبل اي حاطه شرط ان اي شركه تصنع كروت نتورك لازم تنزل على كارت النتورك على الريد اونلي ميموري بتاع كارت النتورك، مش ماك واحد بس، على الريد اونلي ميموري ماكين. الماك الاولاني فايدته ايه؟ الماك الاولاني بيبقى مميز مفيش حد شبه الثاني عشان نبعت يونيكاست. الماك الثاني بقى احكي لك دلوقتي عليه فايدته ايه؟ ماك جنرال لكل كروت النتورك، يعني الكارت ده هيبقى ليه ماك ماكين ايه وده ليه ماك ثاني بي، بس في ماك ثاني كمان للكارت ده وماك تاني للكارت ده متشابهين مع بعض، يعني كل كارت ليه ماكين، ماكين مختلفين عن بعض وماكين متشابهين عن متشابهين زي بعض. بمعنى او سوري بس ماك واحد متشابهين فيه زي بعض اللي هو ايه؟ يعني الماك الاولاني لكل جهاز اي بي سي دي، الماك التاني اللي نازل على الريد اون ميموري بتاع كل جهاز الماك ادرس ده حرف اف، ده اول حرف فيه مهما كان مين الفندر، اول حرف اف وتاني حرف برضه اف وثالث حرف برضه اف ورابع حرف وخامس حرف وسادس حرف، يعني الفندور بارت كله يبقى اف. مهما كان شركتك ايه لازم كل جهاز دي تي اي، كل جهاز كمبيوتر او راوتر نازل على الريد اونلي ميموري الباك ادرس كل الحروف بتاعت الفندور اف. مفاجاه حلوه، وكل الكروت بتاعت او كل الحروف بتاعت الهوست برضه كمان اف، يعني يعني في سبيشال باك ادرس كده نازل لكل الكروت مهما اختلفت اساميهم في البدايه، ده ايه وده بي وده سي وده دي، كل واحد منهم معاه ماك ادرس تاني اضافي. ايه معاه ماك ادرس كله حروف اف، كل حروف اف اللي هو لو فكيتها باينر هيطلع شكله عامل ازاي، لو فكيته باينر هيطلع الاف دي اربع وحيد وده برضه اربع وحيد واف كمان يعني اربع وحيد كله وحيد. كام بيت وحيد؟ 48 بيت كلها وحيد. مهما كان ايه الفندور اللي صنع الكارت، مهما كان الجهاز نفسه اسمه ايه، كل الكمبيوتر من الكمبيوترات معاه ماك ادرس كله 12 حرف اف، كل جهاز من دول معاه ماك ادرس تاني كله 12 حرف اف. مهم ايه فايده ان كل الكمبيوترات اللي ليها ماك ادرس تاني جنرال ماك ادرس، يعني ماك ادرس يكون كومن ما بينهم كلهم بعض عشان ما يفكوش مع بعض، عشان خاطر لما يحب واحد فعلا يتكلم مع كل اللي موجودين ولسه ما يعرفش اساميهم فرد فرد يبدا ان هو يبعت على الماك ادرس ده. يعني لو الكمبيوتر لسه ما عرفش مين الموجودين كلهم ونفسه يبعت داتا لكل اللي معاه في نفس الشبكه، عايز يبعت حاجه منه هو واحده بس وتوصل لكل اللي موجودين معاه في نفس الشبكه، يعمل ايه في الداتا؟ ياخد الداتا ويلبسها راس ويلبسها راس ويلبسها راس ودي احد الروس، يبعت ان الداتا رايحه للديستنيشن ماك ان ال 48 بيت كلهم هيبقوا وحيد اللي هو 12 حرف هيكس الاسم كلهم هيكونوا افات. سؤال ليك، هو الهب هيتصرف ازاي لما الاقي ماك ادرس كله افات؟ كده كده الهب ما بيفهمش الماك، كده كده الهب ثابت الموقف، ثابت الموقف انه بيفلط يروح مطلع الداتا لكل الموجودين وخلاص. بس ايه الخبر الجميل؟ على عكس اللي حصل هنا ان ناس كتيره لمت الداتا واحد بس هو اللي عمل لها بروسيس، هنا كل واحد هيجيله داتا مكتوب ان الديستنيشن ماك بتاعها افات هيبروسيس، ده هيلاقي داتا جايه على الديستنيشن ماك افات هيبروسيس، وده جاي له داتا على الديستنيشن ماك افات هيبروسيس. بمعنى ان في ماك ادرس جنرال ماك ادرس جنرال يعني موجوده على كل الكروت افات، ايه فايدته؟ ان يوم ما حد يبعت داتا على العنوان ده مين اللي هيبروسس الداتا دي؟ قول اللي في اللبس، يعني كل اللي موجودين في اللبس. ليه؟ لان احنا طبعا بنتكلم بس على ماك ادرس، فالماك ادرس ده عشان خاطر نترن بيه ما بيني وبين اجهزه جنبي بس، اما عشان نتكلم على اجهزه بعيد هيطلع حاجه اسمها الاي بي ادرس اللي لسه ما اتكلمناش حتى فيه، يعني لسه هنشوف الاي بي ادرس ايه وبعدين ناخد الفرق ما بين الماك والاي بي. بس خلينا دلوقتي احنا بنتعلم حاجه ستيب باي ستيب، ان في ادرس اسمه الماك ادرس اتكلم بيه اللي حواليا. مين اللي حواليا دول؟ انواعهم، انواع الناس اللي حواليا، انواع نكست شخص واحد بس ممكن يكون عايز يكلم شخص واحد بس، ف
فبكلمه على الماك ادرس الخصوصي بتاعه. طب نجيب الماك ادرس الخصوصي بتاعه ازاي؟ هيطلع بروتوكول اسمه الارك بيشتغل لوحده، هو اللي بيجيب لك الماك الخصوصي بتاع كل واحد من دول. طب هو ده مفهوش الماك الزياده؟ مين؟ الاول يعني الكوست داون. كل الكمبيوترات عندها ماكين، بس هنا احنا بعتنا على الماك اللي هو الخصوصي بتاع كل واحد منهم. ماشي. انا بعتت على دي. هنا بقى ده كيس ثانيه، انا بقى استخدمت الماك ادريس اللي هو الزياده دي، والماك الزياده موجود في كل الاوقات بس انا هنا ما استخدمتوش، وهنا بس قررت ان انا استخدمه. فالديستنيشن ماك بتاع الداتا لو كان خارج على الماك ادريس اللي هو الزياده ده، هو الماك ادريس اللي هو الثاني اللي هو اف 3، ساعتها مين اللي هيبروسس؟ كله هيبروسس. فهو ايه اللي بيجبر ان احنا نشتغل كده ولا كده؟ هيطلع اللي بيجبر في الاصل احنا نشتغل يونيكاست ولا برودكاست؟ الابلكيشن اللي اخترعها البروجرامر. يعني ايه الابلكيشن اللي اخترعها البروجرامر؟ يعني هيطلع ان الداتا نفسها لما تخرج من الكمبيوتر بتبدا من ابلكيشن، وبعدين بتتحول لسيجمنت، وبعدين تتحول لباكت، وبعدين بتتحول لحاجه اسمها الفريم. يعني الداتا بتاخد لها مسار. في ابلكيشن بقى بتبقى في البدايه خالص، هي صاحبه ضربه البدايه. ابلكيشن مكتوب لها هنشتغل يونيكاست، يبقى الماك ادرس هيكون يونيكاست. في بروجرامرز اخترعوا بقى ابلكيشن مكتوب لها كده، يعني ابلكيشن اللي انت من اساسه هتشتغلي برودكاست. ساعتها الداتا لما تيجي تطلع من الكارد نتورك هتطلع بادرس برودكاست. يعني المقصود ايه؟ المقصود ان مين اللي بيحدد في الاخر؟ انا هبعت الداتا يونيكاست ولا مالتي كاست ولا برودكاست؟ تطلع من اصل الابلكيشن. يعني اشهر الابلكيشنز مثلا اللي بتخلي الكمبيوتر يطلع الداتا بتاعتك يونيكاست لشخص واحد بس، ابلكيشن زي الاتش تي تي بي لو عايز تعمل براوزنج. لو الابلكيشن بتاعت البراوزنج دي معروف ان البروجرامر بتاعها لا لا لما تخلصي كل تجهيزاتك وتطبيقاتك هنبقى عايزين دايما نتكلم مع واحد بس يونيكاست. من الابلكيشنز المعروفه برضو ان هي البروجرامرز بتوعها خلوها تشتغل برضو يونيكاست، ابلكيشن اسمها اف تي بي. لما تيجي تعمل ابلود او داونلود، دايما لو بتعمل ابلود او داونلود لازم هيكون الابلكيشن دي بتؤمر كارد النتورك ان هو يشتغل دايما يونيكاست. ابلكيشن زي الاس ام تي بي لما تيجي تبعت ميل، لما تيجي تبعت ميل برضه الابلكيشن دي بتجبر ان انت لازم تتكلم مع مين؟ تتكلم مع واحد بس يونيكاست. عارف ان برضه ناس كتيره في الاس ام تي بي بالذات يقول لك يا باشا انا ببعت ساعات ميل لمجموعه، يعني مجموعه من اصحابي. انت ما بتبعتش مجموعه من اصحابك، انت بتبعت الاول للسيرفر، وانت في الاول بتبعت ميل هود ميل للسيرفر، والسيرفر هو اللي بيبعت لاصحابك. انت مع الهود ميل انت عباره عن مين؟ واحد واحد بالظبط كده، فانت عباره عن يونيكاست. انت بتبعت الهود ميل بس اللي بيبروسس. حتى ايه لو بعت يعني جروب ميل، ميل لمجموعه من الموجودين، في الاخر الميل بتاعك بيوصل لمين؟ بيوصل للسيرفر واحد بس، والسيرفر هو اللي بيبدا يوزع على مجموعه. فكلامك انت مع الهوب ميل مع الاس ام تي بي يونيكاست. مش هياخدوا هم بص انا عارف انت هتسالني سؤال حلو، بس انا قصدي تلاقي حد طلع في النص وبوظ لنا الدنيا كلها. انا عارف انه سؤال كويس بس خليها هي فقره الاسئله احسن. اتش تي تي بي واف تي بي واس ام تي بي وابلكيشنز كتيره زي كده تعتبر كلها ابلكيشنز فيها وان بي سنت وان بس بي بروسس. طب ايه مثلا الابلكيشنز اللي ممكن تكون تشتغل برودكاست؟ ايه هي الابلكيشنز اللي ممكن تكون بسببها نضطر ان احنا نعمل برودكاست ابعد؟ فكل بروسس احد الحاجات ابلكيشن زي الارض. يعني هيطلع من الارض ده شغال برودكاست. شغال برودكاست ليه؟ ما هو انا في الاول ما اعرفش مين اللي موجودين في الشبكه، فطبيعي عشان اخليهم كلهم يردوا عليا ويعملوا بروسيسنج ويعرفوا انا مين ويبعتوا لي ماكاتهم ويبعتوا لي اي بياتهم، كان لازم ابعتها برودكاست. يعني من الاخر هيطلع غالبا مين اللي اخترع ابلكيشنز برودكاست؟ ابلكيشنز اللي تم اختراعها برودكاست تبقى ابلكيشنز كلها لظبط الشغل. يعني ايه ظبط الشغل؟ مش عشان ابعت ميل، مش عشان اعمل براوزنج، مش عشان اعمل ابلود او داونلود، ابلكيشن هدفها اجيب ماكات اللي حواليا، ده ظبط شغل، اجيب اي بيات اللي حواليا. يعني ابلكيشنز هدفها ان هو يتعلم، جهاز معين يتعلم حاجات من الحاجات الموجوده معاه في الشبكه. فهتبقى ابلكيشنز ظبط الشغل. فتاني كده حاجه زي الارض يطلع فعلا تطبيق. فايدته ايه؟ فايدته انه بيحاول يتعرف على اللي حواليه. طب يعني انا ما اعرفش اللي حواليا او ما تعرفش اللي حواليك. طب عشان اتعرف اللي حواليا، طب انا لازم ابعت برودكاست، يعني ابعت لهم كلهم عشان كلهم يردوا عليا فابدا اتعرف عليهم. يعني في الاول مثلا انا مش عارف كل الموجودين، فبعمل برودكاست يا جماعه كل واحد فيكم يقول لي اسمه واي ديو، فيبدا لما كل واحد يقول لي اسمه واي ديو اتعلم. بس انا اضطريت في الاول اعمل ايه؟ برودكاست. واللي جمع كل واحد فيكم يقول لي اسمه واي ديو. ابلكيشنز ثانيه تشتغل برودكاست حاجه اسمها دي اتش سي بي. دي اتش سي بي برضه لسه تطبيق هنتكلم عنه برضه. والريب تطبيق اسمه ريب 1، تطبيق اسمه اي جي ار بي. دول كلهم فعلا بتطلع تطبيقات ودي ناس في بعض الاوقات صح. دي كلها تطبيقات هتطلع فعلا البروجرامر اللي اخترعها ولا اللي ظبط الشغل.
بروتوكول مش برافو عليكي. بس المفاجاه بقى ان هيطلع دي اتش بي ده ابلكيشن وريبت ابلكيشن والارك اللي مش هيطلع ابلكيشن صح. بس دي اتش بي هيطلع تطبيق لاير 7 وريب 1 هيطلع ابلكيشن. بس معاك حق. فهو فعلا خليها بروتوكول. بروتوكول ممكن يكون هدفه ظبط الشغل. بروتوكول ممكن يكون هدف في الاخر ان انا اتكلم مع كل اللي موجودين. طب ما هو هدفه عشان يظبط الشغل عايز يتكلم مع كل الموجودين كان لازم يبقى برودكاست. مين اللي اجبرني يبقى برودكاست؟ مش انت كشخص البروجرامر. يعني انت كشخص ما ينفعش تقول انا هبعت الداتا دي النهارده برودكاست. يعني عايز ابعت الليل ده برودكاست ولا عايز اعمل براوزنج ده برودكاست ولا داونلود ده برودكاست. لا مش بالمزاج في وقتها. ده بالبروجرامر اللي اخترع الابلكيشن او اللي اخترع البروتوكول. فلو في بروجرامر اخترع تطبيق ما وهو كان قاصد ان التطبيق ده عشان يشتغل صح يبعت للكل فهو بيبقى قايل للابلكيشن او للبروتوكول ابعت الكلام ده برودكاست. فلما بيبدا الابلكيشن بروتوكول ياخد الهيدز بتاعته والديلز بتاعته بيجي في مرحله الماك ادرس ويروح بعت على اي ماك ادرس ماك ادرس الفات. فانا بس برضو حاولت اوضح لك ايه ان القصه مش راندم ان اي حد يبعت يونيكاست او اي حد يبعت برودكاست ده هيطلع فيه تطبيقات في الشبكه شغلها صح ان هي تبعت 1 تو 1. في تطبيقات في الشبكه عشان تادي شغلها صح لازم تبعت 1 تو اول. لكن طبعا احنا لسه لا نعرف الارب ولا ريب ولا دي اتش بي ولا اي جي بي. لكن احنا لسه في البدايه فبنحاول نتعرف بس على اليونيكاست والبروتوكول. يعني برضو خلي نفسك حتى لو توبت انت مركز مع اليونيكاست. 1 بي سند 1 بي بروسيس. 1 بي سند ده البروتوكول واول بي بروسيس. وشويه مواد اللي قلتها زياده دي يحطوا قدام اكتر لما نخش اكتر في التريننج بتاعنا لما نتوجه اكتر في الانترودكشن بتاعنا. توقعاتك بقى للمالتي كاست. ادي واحد اسمه دي سي اف جي واتش. فتوقعاتك للمالتي كاست. المالتي كاست هيبقى واحد بيبعت ومش كل اللي موجودين في الشبكه هيعملوا بروسيس ومش واحد بس اللي هيعمل بروسيس. يعني حاجه ما بين البنين. حاجه ما بين ان واحد بس يبروسيس وان كل اللي موجودين يعملوا بروسيس. فهم بيسموه وان بي سن والجروب بي بروسيس. جروب يعني ميني. بس الميني معناه مش كلهم. يعني ميني ما توصلش درجه كل اللي موجودين في النتورك بتاعتنا. يعني بمعنى احد التطبيقات الشهيره اللي فيها ممكن واحد يسمي الجروب بيبروسس الابلكيشنز بتاعه الجيمز. الابلكيشن بتاعه الجيمز بمعنى ايه الابلكيشن بتاعه الجيمز؟ يعني تعالى مثلا نشوف لو دول ناس فلان كم واحد كده فلان؟ ثلاثة ثمانية مظبوط. الثمانية فلان واربعة منهم عايزين يلعبوا مع بعض جيم ماتش كورة مثلا. واربعة منهم عايزين يلعبوا مع بعض ماتش كورة. كويس. مين الأربعة اللي هيلعبوا مع بعض ماتش كورة؟ الأربعة اللي هيلعبوا مع بعض A و B و F و D مثلا. بس. الأربعة راحوا مسطبين الجيم بتاعت الكورة. فلما سطبوا جيم الكورة تبدا الجيم تعمل ايه؟ الجيم خدت اوردر من التطبيق نفسها ان احنا هنشتغل ماتش، الماتش ده فيه مجموعه بيلعبوا، طالما فيه مجموعه بيلعبوا لازم على مستوى لاير 2 يكون المجموعه دي ليها ماك ادرس للماتش ده. يعني ايه ماك ادرس للماتش ده؟ ماك ادرس للمجموعه اللي بتلعب الماتش ده بس، يعني لما تيجي تسطب اللعبه. وبعدين نبدا نستارت الجيم، يعني اول ما الماتش يبدا يلعب لازم هتلاقي المجموعه اللي بتلعب نفس المباراه بقى ليهم ماك ادرس مخصوص ليهم، ماك ادرس مخصوص زياده عن اي مكان. زيادة عن الماك ادرس اللي هو ايه؟ وزيادة عن الماك ادرس اللي هو افات. اه بس الماك ادرس الزيادة ده هنعتبره مثلا اسمه دبليو بس رمز. الماك ادرس ده مبيبقاش موجود مع الكارت من المصنع. يعني الكارت اللي جاي من المصنع معاه فعلا ماكين بس. يونيكاست اي بي سي دي ماك ادرس افات ده اللي جاي من المصنع بيرنت اون روم. ايه اللي بيحصل لما تلعب جيم ويبدا الماتش خلاص يشتغل؟ يبدا يبقى لكل ماتش فيه ماك ادرس. الماك ادرس ده بيتسطب فيه بالظبط؟ على الرامات بتاعت كارت النتورك مش الرامات بتاعت الكمبيوتر. رامات كارت النتورك. ادي روم ريد اونلي ميموري. ريد اونلي معناها عليها معلومات هتقراها بس لما تجيب الكارت ده. المعلومات دي مكتوبه في المصنع. اما الرامات فهي معلومات ممكن تتغير تتشال معلومات مؤقته. فاحد المعلومات المؤقته اللي ممكن تتحط على الرامات بتاعت كارت النتورك بتاعك هو ماك ادرس للجيم. يعني لو اربعه بيلعبوا جيم ايه اللي هيحصل؟ اول ما الجيم خلاص بيستارت ده هياخد ماك ادرس ده. واللي معاه في نفس الجيم بينزل له على الرامات بتاعته ماك ادرس كمان اسمه دبليو. واللي بيلعب معاه في نفس الجيم هينزل على الرامات بتاعته ماك ادرس كمان اسمه دبليو. وكمان اللي بيلعب معاهم جيم ماك ادرس كمان اسمه دبليو. واللي بيلعبوا الجيم ده بس
هما لعبوا الماك ادرس ده بس سوفت وير بقى كده، يبقى ده ماك ادرس بالسوفت سوفت وير. هما بس بيعتبروه برضو هاردوير كان مطبوع على السي دي اي بتاعه اللعبه، يعني هما بيعتبروه سوفت وير طبعا بالنسبه للكمبيوتر بتاعه، بس هو جه من الماك ادرس ده كان بيرنت اون الروم سي دي او، يعني كان بيرنت اون على السي دي اي نفسها، عشان هو بيرنت اون على السي دي اي نفسها فبيعتبره هو هاردوير على السي دي اي. صحيح لما ينزل على الكمبيوتر بتاعك يعتبر اكنه ماك ادرس سوفت وير نازل بس بشكل مؤقت، بس هو اساسه كان نازل على السي دي اي نفسها. فلما تيجي تسطب اللعبه السي دي بتاعه اللعبه ايه اللي هيحصل؟ اول ما تسطب اللعبه خلاص الكمبيوتر بتاعتك هتلعب الجيم دي، هنبدا نستارت مباراه من المباريات اللي في اللعبه، الاربعه دول هيلعبوا نفس المباراه، تبدا اللعبه تختار لهم ماك ادرس مشترى من الاي تريبل دي، يعني مش ماك ادرس كده راندوم، يبقى ماك ادرس ومشترى من الاي تريبل دي. وساعتها هنستفاد ان لما الكمبيوتر ده يجي يشوت شوطه حاجه من الابلكيشن، يعني هيبدا يشوت شوطه الاولى ضربه البدايه، الشوطه دي تتحول لداتا، يعني الشوطه نفسها عباره عن الوان وعباره عن حركه تتحول لداتا، وبعدين تتحول لسيجنال، وبعدين تتحول لباكت، وبعدين تتحول لفريم، وهتبدا تاخد لها ديستنيشن ماك. هتاخد اي ديستنيشن ماك طالما هي حاجه انيشيتد من الجيم من المباراه دي نفسها، تاخد الماك بتاع المباراه دبليو. والهب هيعمل ايه؟ الهب موقفه ثابت زي ما قلت لك، بيفلوب بقى ايه بيفلوب؟ الهب هيروح مطلع الداتا من كل الاتجاهات عدا الاتجاه اللي جت منه الداتا بس، يعني مش هرجعها بس تاني لصاحبها. بيطلعها. السورس دايما بتاع اللي بيبعت، دايما السورس بتاع الشخص اللي بيبعت، لو جاي معاه من مصنع. اما اليونيكاست المالتي كاست بودكاست ده يسمى ليه الديستنيشن. الديستنيشن هو اللي ممكن يكون مجموعه. الديستنيشن هو ممكن يكون كله. او الديستنيشن ممكن يكون واحد، لكن دايما السورس اللي بيبعت انا، الماك ادرس المميز اللي نازل معايا نص فيندر ونص هوست. هو بيحدد الناس اللي هتلعب من الماك الاولاني بتاع الجهاز نفسه؟ لا بالاي بي بقى، بيبارز في الاي بي كمان، بيبارز في الاي بي بتاعهم. ياخد اي بياتهم ويبقى لها عندي ديها مكاتب. ومكاتب اكيد ما هو بياخد اي بي، اللي بياخد اي بي بياخد معاه ماك، بياخد ليا بياخد معاه كل ليا، بس هو في الاصل تبقى بالاي بي بتاعهم. طيب المهم ايه اللي هيحصل؟ الداتا لما يعملها الهاب فلاب كل واحد جاي له الداتا على ماك ادرس دبليو هيشوف يا ترى هل على الميموريز بتاعته ماك ادرس دبليو ده موجود، بيقارن اني ميموري الاول، بيشوف الداتا اللي جايه بالروم الاول. مش معنى بيشوفها بالروم الاول ان الروم بيبقى عليها ماكين هما الاكثر استخداما بالنسبه لاي جهاز، دول اللي جايين معاه من المصنع، هو اني ماكين ايه مثلا وافات. فالاول بيشوف الداتا اللي جايه دي جايه على ماك ادرس من الماكات اللي على الروم، ما لقاش الداتا دي جايه على ماك من الماكات اللي على الروم، بيقارن الداتا دي بالماك اللي على الرام. وفعلا المسطب الجيم ده هيبقى على الرام مع ليه ماك ادرس دبليو، ساعتها هيعمل ايه المفروض الكمبيوتر اللي مسطب الجيم ده ويلعب الماتش ده؟ هيبروسس الشوطه دي، يعني هيبدا الشخص ده يشوف ان في حد بدا يشوط الشوطه بتاع ضربه البدايه بتاعت المباراه. في نفس الوقت ده شايف برضه الشوطه، مش معنى ده مسطب الجيم ومسطب بيلعب في نفس المباراه بتاعتنا، فلما يجي يستقبل الشوطه هيلاقيها جايه على ماك ادرس دبليو وهو ماك برضه دبليو، بس الماك ده موجود فين؟ على الرام. طب ما هو نفس الكلام دي برضه، دي لما هتجيله الشوطه هيشوفها. طب والباقيين؟ اتش هيضرب حتى لو كان مسطب اللعبه، هيضرب طالما ما بيلعبش معاهم في نفس الجيم، فهو ما يعرفش الماك ادرس بتاع الجيم، يعني الماك ده بير مباراه، يعني لسه الشن نفسها. يعني قصدي ايه؟ قصدي لو حتى ده المدير بتاع الموظفين، فاربع موظفين قرروا بس ايه في وقت الراحه كده يلعبوا ماتش، واكيد طبعا مش هيلعبوا المدير معاهم. فالمدير حتى لو مسطب اللعبه ما عرفش ايه هو الماك ادرس اللي هم بيلعبوا بيه، فالكمبيوتر بتاعه بيعمل ايه؟ الكمبيوتر بتاعه اللي بيلاقي داتا جايه طالما هو مش بيلعب معاهم نفس الماتش نفس المباراه نفس السيشن في نفس الجلسه هيضرب. طب وسي؟ سي موظف تاني بس يعني ما كانش بيلعب معاهم الماتش حتى لو مسطب اللعبه بيضرب. طب وي؟ برضه هيضرب. وجي؟ برضه هيضرب. يعني ايه؟ يعني مين بس اللي يقدر يبروسيس الداتا دي؟ اللي مسطب اللعبه وكمان يكون ممبر في نفس السيشن في نفس الجلسه بيلعب في نفس المباراه. طب افرض فجاه كده حب المدير مع الثلاثه الموظفين التانيين يلعبوا ماتش تاني طبعا لنفس الجيم. لو حابوا يلعبوا ماتش تاني لنفس الجيم، يعني الاربعه دول بيلعبوا في نفس الوقت، راح المدير قرر قال لك ايه؟ قال لك شويه رفاهيه احنا في بريك ابدا نلعب ماتش تاني. ايه اللي هيحصل؟ فعلا الجيم متسطب. لما الجيم هتبدا ان هي تلعب ماتش تاني، الجيم هتعرف ان في ماك ادرس دبليو دي خلاص اتاخد في اللاين دي، فهيبدا الجيم تعمل ايه؟ تروح مديه دي ماك ادرس في ايه؟ ماك ادرس في ماك ادرس في هو عباره عن ماك ادرس نازل برضه مع الجيم، بس عشان خاطر سيشن تانية لو الاثنين بيلعبوا في نفس الوقت تو ديفرنت جيمز، واحد فيهم هياخد ماك ادرس ده والثاني بياخده مثلا ماك ادرس بي. والماك ادرس بي ده بينزل فين؟ ماك ادرس بي ده بيبقى تم ماك ادرس على الرامات،
الرماد لفتره المباراه فقط. ف لفتره الماتش الاربعه التانيين لما يجي يلعبوا الماتش هينزلوا مع الرماد ماك ادريس اسمه فيه. طب وايه الفايده؟ الفايده ان ده لما يلعبوا الماتش بيشوفوا بعض، وفي لما يلعبوا الماتش دي برضه بس اللي هيشوفوا بعض. فتاني ايه مستر مالتي كاست؟ مستر مالتي كاست واحد بيسن ومجموعه هي اللي بتعمل البروسيس. بس ازاي المجموعه دي عرفت الماك ادريس بتاع المجموعه؟ لازم بتطبيقات زي تطبيقات بتاعه الجيمز، تطبيقات اخرى غير الجيمز، تبقى برامج تعليميه او ابلكيشنز تعليميه. ابلكيشنز تعليميه بمعنى ان مثلا يكون تريننج سنتر، والمفروض ان احنا بنبعت معلومه عايزينها توصل لكلاس معين مش لكل الكلاسز الموجوده. فبنخلي مثلا كل كلاس في جروب، كل كلاس في جروب معناها كل كلاس هيبقى الكمبيوتر اللي فيه ده ماك ادرس مختلف عن الجروب الثاني لهدف اللعبه دي بس او لهدف التطبيق ده بس. طب انا ما كانش قصدي ان انا اشغلك بموضوع الجيم، انا بس كان قصدي ان انا ادي مثال بحدوته الجيم. الجيم يعني اوت اوف اور سكوب خالص، يعني احنا ما بنفكرش في الجيمز دي، قصه تقول عقبه بلا سوفت وير وبروجرامنج مش في التريننج بتاعنا. انا هدفي انك انت تركز اصلا على المالتي كاست، بس عشان حبيت ان انا يعني اديك مثال يكون حي بعض الشيء على المالتي كاست فقلت اقول لك الجيم. بس انا خايف ان تكون شغلك دي يعني مش عايز تشغل نفسك الجيم بتشتغل ازاي ومين بيلعب مع مين ومين هيكسب في الاخر. مش عايزك تفكر في كده، انا عايزك كل اللي تفكر فيه الفرق. يعني يونيكاست واحد بيبعت وواحد بس بيبروسس، وبرودكاست واحد بيبعت وكل اللي موجودين في نفس النتورك كل الهوبس اللي حواليه اللي معاه في نفس اللان هم اللي هيعملوا بروسيس. ومالتي كاست واحد بيبعت ومجموعه بس من الموجودين هي اللي هتبروسيس. كان احد الامثله طب ازاي يبقى مجموعه هي اللي هتبروسيس؟ يطلع مثلا في اربعه هيلعبوا مع بعض جيم، فلما سطبوا مع بعض الجيم وبداوا الماتش الابلكيشن نفسها السوفت وير نفسه بتاع اللعبه قال لهم يا جماعه الماك ادرس بتاعنا اللي هنلعب بيه الماتش ده لغايه ما تنتهي المباراه دبليو. في نفس اللان لو في حد تاني حاول يلعب اللعبه بس ماتش مباراه تانيه فالسيليه بتقول لهم لا يا جماعه هناخد ماك ادرس تاني اسمه في. طب هم ماكسيمم كام ادرس؟ طيب على حسب اللعبه اشتريت كام ماك ادرس، يعني شوف اللعبه اشتريت كام ماك ادرس كل لعبه وعلى حسب يعرف هتتلعب بكام قد ايه جوه اللان. يعني في العاب الكوره مثلا عارفين ان هم بيلعبوا بيتلعب باللعبه دي كتير فبيشتروا من اي تريبل اي ماكات كتير. سؤالك ده برضه بيقول كلهم نفس الكارت اصلا بس على حسب انا محتاج انهي فيهم اللي اشتغل بيه بالظبط كده. يعني في الاخر كلهم كمبيوترات. انا كان ممكن بعد ما اخلص الجيم اللي ما بين اي وبي ودي اف اي وبي وسي ودي هم اللي يلعبوا يعني يلعب المجموعه. فلما يجي يلعبوا مع بعض ايه اللي بيحصل؟ ده برضه بتشوف كده ماك ادرس يكون فاضي دلوقتي ما حدش بيشتغل بيه جوه نفس اللان مش هيبقى باك للمجموعه دي. الماك ده بيبقى تم على الرماد ومجرد ما يخلص الجيم الماك ده بيتمسح خلاص من الرماد عشان خاطر حد تاني جايز يستغله عشان خاطر احنا ممكن نبقى تاني نستغله في مباراه تانيه. انا عايز بس اقول لك ان الماك ادرس المالتي كاست دي بدايه معروفه. يعني اي شركه بتشتري مكان تنزلها على السيديات بتاعه التطبيقات بتاع المالتي كاست بيبقى ليه بدايه معروفه من الاي تريبل اي. الاي تريبل اي اللي هيشتري اي حاجه ليها علاقه بالمالتي كاست ماكس لازم هيبقى الماك ادرس بتاعه بيبدا ب 0 100 5 اي. دول كام حرف هيكس؟ دول ست حروف هيكس. الست حروف هيكس دول بيسموهم المالتي كاست فيندورز. يعني اي فيندور اي شركه بتصنع جيمز مالتي كاست او حتى مش لازم يكون جيمز ممكن تكون حاجات لاغراض تعليميه. يعني في فعلا تطبيقات لاغراض تعليميه ان انت تقسم مثلا كل كلاس ان كل كلاس يعتبر جروب فلما نبعت للكلاس ده الكلاس ده بس اللي يشوف، نبعت للكلاس ثاني الكلاس ثاني بس اللي يشوف. فبيسموهم مالتي كاست فيندورز. يعني كل المالتي كاست فيندورز بيشيروا في 1 او يو اي في 1 يونيك ايدنتيفاير. طب وايه اللي يخلف بقى جيم عن الثانيه؟ الباقي. يعني ايه الباقي؟ يعني مثلا في عندك ست حروف ترمين زي مثلا شركه اي اي سبورتس بتاع العاب الكوره وغيره تروح عامله ايه؟ شركه اي سبورتس تروح رايحه للاي تي بي اللي هو انا عايز اشتري مكات للعبه كذا الجديده بتاعتي لعبه مثلا فيفا 2015 فتعمل ايه الاي تي بي تقول خلاص هتاخد مكات من 0 100 5 اي 0 0 0 0 0 0 مثلا لحد 0 100 5 اي 0 0 0 0 اف اف. كل دول الرينج ده كله مكان مثلا بتاعت اي سبورت. طب شركه ثانيه عايزه تشتري برضه مكان تبدا ب 0 100 5 اي وبعدين بقى من بعد الرقم ده يعني شوف من بعد الرقم ده كام وشوف الشركه دي عايزه كام ماك ادرس للعبتها. عايزه مكان بس براحتها، عايزه اربع مكات وماله، عايزه ثمان مكات براحتها، عايزه 256 ماك ماشي، عايزه 1000 ماك اللي هي محتاجاه. فكل شركه على حسب محتاجه كام ماك ادرس نبدا ننوع لها. بس ننوع لها فين؟ في الهوست بارت. يعني اللي ممكن يفرق جيم عن الجيم الجزء الاول ده ده بالظبط ده الماك ادرس. البند ده هو الماك ادرس كله بيبقى في الراب. يعني الماك ادرس اللي بيتحط في الراب ويتشال لما تنتهي وظيفته هو يبدا ب 0 100 5
القصد بس ان انا بقول ان 0.5 اي لكل الفيندرز اللي بيشتغلوا بالمالتي كاست، يعني اي تريبل اي هجزلهم، الاي تريبل اي هجزلهم اللي يبدا ب 0.5 اي، لما يبقى يخلص هيبقى اكيد يدوهم كود تاني. طيب والان انت اديتني فرصتي، فعايزك تاخد فرصتك، ولكن خد فرصتك ما تبقاش الاسئله كلها مركزه على الجيم. ماشي الكلام؟ يعني جرت العاده فعلا في الحته دي، الناس كلها بتنسى تسال في مين كاست ومالتي كاست وبرودكاست، ويسالوا في الجيم نفسها مين سطب ايه ولو ايه الشاب ايه. فعايزك لما تركز ركز في الكونسيبت نفسه، ايه الفرق ما بين يوني وبرودكاست ومتوسه؟ يعني اللي انا كنت عايز اوصله صح كده حاجتين كتير قوي قوي، خفت من شغلتك بس اهو بلخصها لك. انا عايزك تعرف ان الديستنيشن ماك ادرس ممكن يكون 1 بيكلم 1 بيكلم اول، او 1 بيكلم جروب بس كده. 1 بيكلم 1 اللي هو ان انا لازم كنت اجيب الماك ادرس بتاع كل اللي حواليا عشان اعرف اكلم واحد واحد على حده. 1 بيكلم اول دي سهله، ابعت على ماك ادرس افات. 1 بيكلم جروب ببعت على ماك ادرس بيبدا ب 0.5 اي. طب والباقي بعرفه منين؟ حسب الجيم اللي متسطبه، حسب التطبيق اللي كان فيه 1 بيكلم جروب. ناخد اول صف، ناخد الدور يا باشا، معلش مني يا باشا. كل بي سي هيبقى عنده مالتي كاست ماك، لو بيسطب ابلكيشن مالتي كاست، يعني هو كل بي سي جاي معاه من مصنع ماك يوني كاست ما بيتكرهش، وماك برودكاست جنرال يعني كل البي سي زي بعض، يعني الجهازين دول كاتبين دول نازل عليهم ماك ادرس ايه وماك ادرس بي، ونازل على الكارتين دول ماك ادرس افات، وده برضه نازل عليه ماك ادرس افات. لو الاجهزه دي بقى سطبت لها ابلكيشن جيم مثلا ولا حاجه، فطول فتره المباراه بيبقى نازل على الرام ماك ادرس للجيم نفسها، بحيث لما يشوطوا يشوفوا بعض، يباصوا يشوفوا بعض، يجيبوا كوان يشوفوا بعض. ولو حد معاهم فلان مش مسطب معاهم نفس الماتش، يعني مش معاهم نفس الماتش، مش متسطب على الرامات بتاعته نفس الماك ادرس الماتش بس. بس يعني هما الاثنين ماك ادرس دول بس؟ دول بيرت هاردوير، ايوه. يعني دايما عايشين مع الكابتن ده. اما ده كان مؤقت، دول بيرمنت وده مؤقت. فتره الماتش بس. السؤال يا باشا في الصف الاول اتفضل. هو بالنسبه للبرودكاست واليونا كاست، اتفضل مثلا على داخل وسط اسمه النت نفسها على طول بيعمل برودكاست لوحده. عشان بس لو انت بتتكلم على شبكه انترنت اكسس يعني، بس كده انت خرجت من مجال اللان. لو بتتكلم على الانترنت انت كده خرجت بره اللان، هيطلع الشغل بره اللان بالاي بي مش بالماك. ماشي حتى في اللان مش هو برضه يعمل اول حاجه بودكاست، هيطلع يعني بتعملها كمبيوتر يعني لازم بودكاست بعد كده يونيكاست. ليه بقى؟ انا عاوز اعمل داتا. قبل ما ابعت داتا هيبقى اكيد الكمبيوتر فيه معلومات كتيره، لسه هو داخل في الشبكه ما يعرفش حاجات كتير، فهدفه يظبط الشغل يتعلم، عشان يقدر يظبط الشغل او يتعلم هتلاقيه بيشغل حاجه لازم الحاجات دي، عشان يبدا يبعت حاجه من الحاجات دي فعلا هتلاقيه اول حاجه بيعملها الكمبيوتر بتطلع بودكاست. سؤال تاني بس بالنسبه للجيمز الجيم. ماشي يا باشا. هو دلوقتي حضرتك قلت مثلا تي لو مثلا اي وبي مثلا مع اف ودي، طب مثلا لو اتش عايز يخش مع الجيم معاه تمام، ما هو لازم، ما هو هي القصه دي راجعه للجيم نفسها. يعني مثلا احكي لك كمثال ممكن ايه اللي يحصل، يطلع ده بيسموه الماستر او السيرفر بتاع الجيم، وبعدين كلهم عملوا جوين معاه، يقولوا احنا عايزين نجوين معاه، يعني دي بس تعتمد على ان انت تكون ايه لعبت جيم. لا مش كده، يعني كل جيم مالتي كاست ليها طريقه بالظبط بتختلف، ليها طريقتها. يعني مثلا احد الطرق ان واحد بيكريت الجيم والباقيين بيعملوا جوين معاه، فاللي بيعملهم هو اكسبت بيوافق ان هم بيعملوا جوين معاه، بيديهم الباك ادرس بتاع المجموعه، السوفت وير بتاع اللعبه بيديهم الباك ادرس بتاع المجموعه، ولو ده حب يخش معاهم وهو عمل له ريجكت فمش هياخد الباك ادرس مثلا بتاع المجموعه. فدي مثلا طريقه. في طريقه ثانيه بتبقى عن طريق يعني في كذا افكار، يعني مش في ذهني مش هو موضوع الافكار بتاعت الالعاب دي، بس يعني في الاخر بيبقى مثلا واحد ماستر او سيرفر والباقي بيحاول يجوين معاه. لو لسه في الصف الاول اسئله عن الماك ادرس وانواعه اتفضل يا باشا. الصف الثاني بقى ايش طبعا قلنا ثلاث انواع دول، كنا بنتكلم على ليه دي احنا نظام زي اتش تي تي بي وام تي بي. كنا بنتكلم على اللان، ما هو هي قصه طبعا احنا بنتكلم هنا انسايد اللان، بس ممكن ساعات تطلع جوه اللان بتاعتك في ميل سيرفر الويب سيرفر الداونلود سيرفر، يعني ممكن يطلع جوه اللان بتاعتك دي شركه مش بيك، وفي الاخر في سيرفر من السيرفرات اللي عليه الويب بيج بتاعت الشركه، يعني جوه شركتي وده الويب بيج، جوه شركتي وده سيرفر بداونلود او ابلود عليه، جوه شركتي وده السيرفر بتاع مين، يعني مش لازم يكون السيرفر هوت ميل، ممكن يكون مثلا دي شركه مثلا اكس واي زد، الموظفين اللي في الشركه دي عندهم ايميل ادرس احمد@xyz.com محمود@xyz.com، يطلع في الاخر السيرفر ده موجود جوه الشركه بتاعتي عشان يقدر موظفين الشركه بتاعتي. فكان غرضي من الامثله دي ايه؟ ان بس فاهم الناس ايه اللي يوصلنا للحظه ان احنا نبقى شغالين يونيكاست، او ايه يوصلنا ان احنا نكون شغالين برودكاست. تطبيق ما، يعني تطبيق ما هو اللي يعني كده. التطبيقات دي مش شرط تكون على الانترنت، التطبيقات دي كان ممكن تكون جوه شركتي ما بين شركه وفروع. فلو كان عندك اي تطبيق من التطبيقات اللي شبه دي
جوه الشركه بتاعتك فاكيد ده يونيكس. هو الاي ار بي بروتوكول تمام ولا احنا بنتخصصين في البرودكاست؟ ما هو هيطلع فعلا كده، هيطلع على الاي ار بي بروتوكول. احتاجه برضه في البرودكاست عشان اي كواليتي يعرف. لا ما هو صح، هو بس هيطلع ايه ده؟ عامل سي والله ضرب عليك يا باشمهندس. بس هو هيطلع فعلا الاي ار بي ده فيه ريكوست وفيه ريبلاي، فالريكوست بيبقى بروتوكول والريبلاي هو اللي له اني كاستمر. بس لسه برضه الحته دي ما حدش يقلق، لسه قدام شويه بقى. طب الصف الثاني لو هيستفسر ده مش دي اتش سي بي. لو انا هتعامل مثلا ان انا هتعامل مع جروب معين او مع اي بي رينج معين كده، بتعامل مع المالتي كاست ولا لا؟ برودكاست برضه يعني دي اتش سي بي ما تعملش فيه خالص مالتي كاست. من دي اتش سي بي هيطلع فكرته ايه؟ واحد بيقوم مش عارف اي بي بتاعه، فبيبعت برودكاست اللي هو يا جماعه مين فيكم بيوزع ايباد، فبيبعت لكل اللي موجودين في الشبكه اللي هو مين فيكم يوزع ايباد، مش بيبعت لمجموعه معينه. ما هو لو بعت لمجموعه معينه وطلع مش هم دول بيوزعوا ايباد، مش هيعرف ان هو ياخد اي بي. يطلع دي اتش بي كان لازم يبعت برودكاست مش مالتي كاست. ليه؟ لازم يبعت لكل اللي موجودين، واللي بيوزع ايباد هو اللي يرد عليه. فانا ما كنتش اعرف مين المجموعه، يعني لو يعني لو قسمت الناس مجموعتين، طب يا ترى المجموعه دي بتوزع ايباد ولا دي؟ فاحسن حاجه كان يعملها دي اتش بي لما فكروا فيه، يبعت لكل الموجودين، واللي معاه اي بيات يوزعها عليه. بس انا الصراحه ما خدتش دي اتش بي، ما اعرفش بيعمل ايه. انا هتعامل مع لا ما دي قصه ثانيه بقى، دي قصه ثانيه. بس خلي بالك ان الدبليو اس ده قصه اكتر مايكروسوفت، يعني مش قصدك على ان هو بيباوت بال يعني دي اكتر مايكروسوفت. بس دي فيها برودكاست، يعني ايفن لو هياخد اي بي او حاجه هيبقى برودكاست. بس ممكن اه بقيه الفيتشر بلاتفورم مالتي كاست سبيشال ادرس للدبليو دي اس نفسها. هو بيبدا يدور على سيرفر يكون بيوزع عليه بيوزع عليه اوبريتنج سيستم او ويندوز او غيره، فدي اه ممكن تتم مالتي كاست. وطبعا مالتي كاست احسن ان انا اكلم مجموعه بس. بس دي اتش سي اتعمل زمان قبل الدبليو اس والحاجات دي، اتعمل قبل ما كانوا يخترعوا اصلا موضوع المالتي كاست. عشان كده كان شغال برودكاست ولحد دلوقتي شغال برودكاست. مع الاي بي فيرجن 6 غيروا المالتي كاست دي اتش سي، بقى شغال زي الدبليو اس. ماشي اتفضل. عشان خاطر السويتش لو خد ماك ادرس هيستفاد منه في ايه؟ يعني طلع في الاخر ان ايه لما بيجي يبعت داتا بيبعتها ليه؟ لو كان ده سويتش هياخد ماك ادرس، طب هيستفاد بيه ايه؟ طب لما ايه عايز يبعت للكل؟ كل اللي موجودين. طب ما على سويتش برضه ليه ماك ادرس؟ برضه هنستفاد بيه في ايه؟ اذا كنت ببعت للماك ادرس بتاع كل اللي حوالين هيبقى سويتش. في الاخر السويتش انا هعدي عليه، هعدي عليه، يعني كل الناس عارفه ان هي هتعدي على سويتش، هتعدي على سويتش. دايما ماك ادرس فائدته ان انا اوصل للخطوه الجايه. طب ما انا بالنسبه لي عارف ان سويتش كده كده خطوه جايه. اشتقاق يعني. ده في حاله ان انا مثلا طب ادي ايه؟ والسويتش هنديله ماك ادرس بي. الداتا خرجت من ايه؟ مكتوب عليها ان ديستنيشن ماك بي. ديستنيشن ماك بي. مين اللي استقبل كده الداتا دي؟ صاحب الماك ادرس بي سويتش. طب وبعدين؟ وقفت. مش المفروض ان هي بتتغير كهوب تو هوب؟ هو يعرف منين السويتش اللي هي هوب تو هوب؟ اذا كنت انت قايل ان الهوب اللي جايه بي، يعني انت في الاخر بتقول سويتش نكست هوب بي. انا جاي وانا بي، خلاص وقفت على كده. عشان كده هم قالوا مش صح ان كان يبقى سويتش ماك ادرس. بالظبط كده، هو اللي يعرفك بيه فين. فعشان كده ما كانش هو ليه لازم يكون ليه ماك. انا قصدي هو مش لا ازاي بقى؟ سويتش هو اللي هيوصل بحرفنه، هيوصلك بحرفنه دي. اه سويتش شغل مش سويتش. اه لا لو بنتكلم على سويتش. انا مثلا دلوقتي في شركه، انا مثلا الدور الاولاني انا عامله لان لوحدها، الدور الثاني لان لوحدها كده. بعد كده لما باجي اجمعهم مثلا جمعتهم على سويتش في الاخر ماشي مجمل عادي. طب ماشي، لما انا مثلا عايز ابعت من كمبيوتر او بي سي او اند ديفايس عن طريق السويتش الاولاني ده يوصل لواحد في السويتش رقم. السويتش مش محتاج يطلع ماك ادرس برضه عشان يعرف حاجه زي دي. يعني برضه السويتش نفسه في الاخر يعني مش عايز انا احط في الداتا اللي جايه ايه؟ يعني بص ايه عايز يوصل لبي؟ وحسب كلامك ان بي ده على بعد سويتشين. تمام؟ طب ما هي هي ايه هيبعت؟ السويتش ده هيشوف انك رايح لبي فهيخرجها كده. السويتش ده هيشوفك رايح لبي فهيخرجها كده. السويتش نفسه مش محتاج يكون هناك ادرس. سويتشين ورا بعض كانهم سويتش واحد في البي. بالنسبه لطب الفريم، بس طبعا عشان احنا ليه لسه ما سويتش اصلا بتشتغل ازاي، فتعرف ان بعد طريقه يعني شغل سويتش انه سويتشين اكنه سويتش. فمش محتاج كنت ابعت الداتا للماك بتاع السويتش اللي بعد اللي بعده. يعني لو بعت الداتا على رامي سويتش، السويتش هيوقف الداتا عنده، هيقول لك طب اوصلها لمين؟ يعني انت قايل لي لبي وانا كسويتش انا بي. فالسويتش مش عارف يبص لحاجه بعد كده. احنا بنعتبر السويتشات شفافه. يعني ايه شفافه؟ هي عباره عن سلك ذكيه في التوصيل، يعني طريقه توصيل ذكيه بس شفافه، مالوش ماك ادرس، هو مش محتاج كان يبقى ماك ادرس. التوصيل كان واصل، والماك ادرس في الاخر هو دايما عنوان مين؟ عنوان للدي تي اي.
نيكست هوب ولا سيتي. في الحاله دي الفريم كده هيتغير؟ لا خالص، سويتش شفاف، خالص سويتش شفاف ما بيغيرش الفريم. ما هي دي النقطه، السويتش هيطلع كل اللي بيعمله ايه؟ بيروح قافل الطريق كده، فالداتا بتعدي وخلاص عليه، ما بيتغيرش فيها اي حاجه. وهو ده احد الاسباب اللي مش محتاجين كنيدي ميك ادرس. في الاخر هو بيقفل لك طريق كده، توصيل عادي، توصيل بس. هو سويتش يعني مفتاح توصيل، ففعلا هو كل ما يعمل سويتش هيطلع بيقفل ما بين بورت وبورت. فالداتا اللي ماشيه كده تفضل مكمله كده، فمش محتاج كان يبقى في ماك ادرس. ليه؟ نو سلك في الاخر، بس السلك مش محتاج يكون ماك ادرس. ده اللي خلاني اقول ان دايما كل الدي سي ايز، الدي سي ايز ما تاخدش ماك، والدي تي ايز اللي هي زي راوترات او كمبيوترات هي اللي تاخد ماك، وهي دي تي ايز اللي نسميها هوب. يعني ما نسميش دي سي اي هوب، السويتش والهوب يتسمى هوب. الفرق بين السويتش والراوتر من ناحيه الماك يعني؟ ان السويتش اي سي اي طبعا ملوش ماك ادرس، بس بيفهم ماك ادرس. يعني ايه بيفهم ماك ادرس؟ يعني لما تجيله الداتا رايحه لبيه، بيقعد يدور فين بيه في الناس اللي حواليه، ويروح موصل الداتا وحرفها لبيه، بيفهم ماك بس مش هيطلع لي ماك. اما بالنسبه بقى للراوتر، الراوتر بقى ليه ماك ادرس، عشان خاطر الراوتر هيطلع دي تي اي، فدي كارد نتورك ليه ماك ادرس، وكمان دي اي بي ادرس، عشان الراوتر بيقدر يوصلك للفاينل اند كمان، يعرف عنده بعد نظر وهيعمل تداول، يعرف يوصلك لاخر حد، حد ميت. ولسه طبعا مش شفناش الراوتر. بس مش اصلا سويتش، يعني لسه في الكورس كله ده لسه بدا. ايه ده؟ انا بتكلم لسه في اللاند برضه. بس يعني في تايبس ثانيه للماك ادرس؟ لا 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 مفيش في الوان، هيطلع اصلا مفيش ماك ادرس في الوان. هيطلع انت عشان تطلع الوان لازم بقى يبقى في حاجه اسمها اي بي ادرس. والاي بي ادرس بقى هيطلع برضه هو كمان انواع. برضه هيطلع في يونيك كاستر اي بي، وفي مالتي كاستر اي بي، وفي بورت كاستر اي بي. هيطلع طالما تطلع من اند لاند في الوان في الاي بي. الماك هو بس. ماشي اتفضل. كلهم في السنه واحده. تمام. توصل الاول للسيرفر اللي انا تابع ليه. يعني انت دلوقتي بعت ايه؟ بعت مين؟ لمين؟ لزميل ليا اتيه، زميل ات هوت ميل، زميل ات جيميل. تمام؟ الجواب بيوصل مين الاول؟ الجواب بيوصل للسيرفر اللي انا تابع ليه الاول. يعني من الكمبيوتر اللي عندي في البيت انا تابع ايه؟ انا تابع اي كلاود مثلا. يروح باعت الاي كلاود الاول. وبعدين الاي كلاود يبدا اي كلاود هو اللي يوزعها. اللي رايح للجيميل يبعته للجيميل سيرفر. واللي رايح للهوت ميل يبعته للهوت ميل. ايه ده؟ يعني انت دلوقتي ممكن تبعتي ايميل، انت تبع اي سيرفر؟ انت مثلا ليك ايميل اكونت تبع مين؟ جيميل. انت تبع جيميل، حلو؟ انت يبقى اي حاجه هتبعتيها تتبعت الاول على الجيميل. على فهم خاطئ، الناس فاكره ان هي لما ببعت للزميل اللي هي عندها ولا ببعت للسيرفر بتاعي، انا ما ببعتش للسيرفر بتاعي، انا ببعت للجيميل. طب عندهم ازاي كذا سيرفر وفي نفس الوقت؟ يعني هي نفس الحوار. يعني اديك معلش مثال عليا انا مثلا شخصيا. انا دلوقتي لما بخش على الكمبيوتر بتاعي عشان ابعت جواب، تمام؟ انا عايز ابعت الميل ده لمين؟ انا ببعت الميل مثلا لاي ات هوت ميل، والبي ات ياهو، والسي ات جيميل، تمام؟ انا الاكونت اللي عندي اكونت اسمه احمد ات اي كلاود، ده بتاع ابل، يعني ده السيرفر بتاع ابل. وبعدين رحت قايل له ايه سند؟ ابعت مين؟ انا عايزه يبعت لي ايه؟ هتقول ميل وبي ات ياهو سي ات جيميل. الميل ما بيوصلش لكم، الجواب ما بيوصلش لكم. الجواب بيوصل مين؟ الجواب بيوصل لاي كلاود الاول. سيرفر بتاع ابل يعني، بيوصل لشركه ابل. وبعدين شركه ابل لما بيوصل لها الميل ده انا تابع ليه؟ بيعمل هم ايه؟ بيشوف حضرتك عايز تروح للهوت ميل، يروح باعت الجواب بتاع ايه؟ لايه ات هوت ميل. ده هوت ميل. والجواب بتاع بي يروح هو موزعه للياهو ميل. ده وظيفته كسيرفر. والسي والسي بعته لجيميل. ازاي بيبعتوا في نفس الوقت كلهم يستخدم السند ميل ترانسفير بروتوكول؟ اه. وان هو يوني كاست. ما هو كده يوني كاست، ما بعت اهو ميل من الميلاد بعت الهوت ميل، ما هو انت مش الاي كلاود الهوت ميل وان بيسند وان بس بيبعت كل واحد فعلا بيبعت واحد واحد. ما هو مش عارف يبعتوا مع بعض، ازاي يبعتوا مع بعض هم اشخاص اصلا غير بعض؟ حتى لو كان عندي في ميل تاني دي ات هوت ميل، لو دي ات هوت ميل بيروح باعت رساله مسج فيها ايه؟ فيها معلومه ايه؟ فيها الجواب بتاع ايه؟ والجواب بتاع دي وماشيين برضه من اي كلاود هوت ميل، ولما بيوصلوا للهوت ميل هوت ميل بقى بيفهموا نص الباكت كانت لايه؟ كان جواب لايه؟ يروح حاططها في الفولدر بتاع ايه؟ نص الباكت لدي بيحطها في الفولدر بتاع دي. فبرضه هي ماشيه ازاي؟ من اي كلاود هوت ميل. ولما احنا بنخش بقى نسحب جواب هنا، يعني ايه ده حب يروح يسحب جواب ليه؟ يروح يكتب الجواب من توب 3، هيروح ياخد الجواب برضه فرضان برضه فهتلاقيها كلها يونيكوست. اقتنعتي ولا مش؟ لا عادي.
يعني حتى يعني حتى انت لو بتبعتي المجموعه ما في الاخر هي بتطلع منك انت السيرفر اللي انت عندك اكاونت عليه. السيرفر اللي عندك اكاونت عليه بياخد الحاجه من الفولدر بتاعك. تلاقي كل واحد هنا في فولدر طالما ليك اكاونت ليك فولدر على 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 الشركه بتاعته بيبدا يوزعها على السيرفرات الثانيه. هو بالنيابه عنك بيوصلها. الصف باشا قولي هندسه ازاي؟ لا 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 ليك انت زي ما صح. المفروض تدخل تتخزن في الرام بتاعه الكارت نفسه. مظبوط. يعني كويس ان كنت ان الكارت ده الكارت ده اصلا ليه بروسيسور وليه روم وليه رام غير الترانسميتر والريسيفر بتاعه ليه رام وروم والبروسيسور بتاع الكارت والبروسيسنج بيحصل على الكارت ده قبل ما يخش الكمبيوتر. ليه؟ في الاخر ممكن تيجي الداتا تطلع مش الجهاز ده فتترمي تخشش الكمبيوتر ولا الرامات ولا الهارد ديسك ولا توجع دماغك. فالكارت ده هو المفروض في الاول بيجي له الداتا ويشوف تبعي ولا مش تبعي. لو تبعه يعني لو جت الداتا على الرامات بتاعته لقاها تبعه بيسلمها بعد كده خلاص للكمبيوتر. بيسلمها الكمبيوتر ازاي؟ فبيطلعها للابر لايرز. ابر لايرز اللي هي لاير 3 ولاير 4 الكلام ده جوه الكمبيوتر نفسه مش على الكارت. الكارت ده لاير 1 ولاير 2 بس. يعني يطلعها كامله بالهيد والتيل بس باثنين هيد باثنين هيد بس باثنين هيد. طب يبقى ان هو ده مسؤول عن هيطلع هيد وتيل. يعني الداتا جايه ثلاثة راس وديل هو ده مسؤول عن ان هو يشيل راس وديل. ولما بيطلعها للكمبيوتر بيطلعها باكت يعني بيوصلها للكمبيوتر بيت الكمبيوتر باكت. باكت اللي هي حته داتا وهي رصين بس. يعني هو بيتشيك السي ار سي الثاني الاولاني الار الثاني وانت بتنزل السي اللي هو بالظبط اللي هو في الدي ده مظبوط. ده وظيفه ليه ولا ليرته وظيفه الكارت. سؤال ولا لا استعجلت ماشي اتفضل. معلش يعني حته صغيره كده على البودكاست تمام. هو بيشتغل ازاي بالظبط؟ يعني هو البودكاست ان الكمبيوتر يروح مطلع داتا وكاتب في خانه الديستنيشن او داتا خارجه فيها كان اسمها سورس وكان اسمها ديستنيشن. خانه الديستنيشن يكون كاتب ماك ادرس كل واحد كل واحد. فلما الداتا بتدخل توصل مثلا الهب الهب بيفرض الداتا دي. كل الكمبيوتر بقى هيستقبل الداتا يشوف على لام بس على لام بس. يعني مثلا هناخد راوتر هيطلع من الراوتر ما بيعديش اصلا البودكاست. الراوتر هو اللي بيخرجني من لام لوان. طب انا تقريبا حصل ما بين البودكاست والبودكاست مش فاهم البودكاست ما اعرفوش. هو في حاجه عندنا بتاعت سماع لا لا انا بشيل حاجه مثلا حلو بتوصل للناس كلها اللي بيخش على نفس السيرفر اللي انا عايزه بيشوف مش ببقى باعتها لحد معين حلو مش على لان يعني مش على لان بودكاست انا لازم اعرف البودكاست دي ايه اي حد اسمه بودكاست بودكاست بس ايه يا جدعان مش عارف اسامه بص عشان النهارده يعني انا لو بسمع عندي فقدان في الذاكره رهيب بس لو بسمع تراك معين ايه يا جدعان هي لها علاقه بالاغاني لو بسمع حاجه معينه مثلا يعني انا مثلا مغني فبنزل البودكاست بتاعتي الاغاني دي بنزلها لو انا دخلت على نفس الشانل دي بسمع بس انت بتنزلها على سيرفر برضه يعني بتنزلها على سيرفر دي بعت السيرفر مش لان وده مش لان ومن على اللابتوب عادي بس ده كده انت شغال ايه؟ ما انت ممكن تكون شغال حاجه اسمها مالتي كاست اي بي يوني كاست اي بي في بودكاست اي بي بس اللي انت بتقول عليها مش بودكاست اصلا. يعني في الاخر لما حد بيرفع حاجه دي بتعتبر كانها شبه ابلود كده فده كده يوني كاست بس ده اي بي مش مجاز. هي تبقى اسمها بودكاست. انا هعمل بودكاست مثلا للتيم بتاع النهارده دي. حلو كده انت بترفعها عشان الناس بعد كده تبدا تسمع بالظبط او جايز حد هيشغل مع اذا حد بيسمع الاذاعه على الاذاعه تعتبر بودكاست. انا بفتح الكلام ايه ده؟ لو الاذاعه بودكاست ده اي بي بقى مش ماك يعني هل حد قال لك ان ده ماك؟ انا ما بتكلم عليه ان هو اسمه ماك بودكاست ماك لكن ده ممكن يطلع بودكاست اي بي. طيب ها اخر حاجه بس مش هنبقى يا باشا اتفضل بصوا ايه انا مش هقول لك مش هكذب هي باظت الحته دي مع مجموعه بالليل اصلا خمس خمس دقائق عشان كده قلت لكم النهارده ايه توقعت نفس الحدوته ان احنا ان شاء الله النهارده هنخلص بشكل سريع وبدري لكن طبعا مع اول فقره كده احنا دخلنا في سيناريوهات ثانيه خالص يعني اعتقد في ناس كتير ممكن تكون اصلا تاهت عن الموضوع بتاعنا يعني احنا خرجنا عن الحدوته بشكل كبير خالص. انا كل اللي بقول لك عارف ايه واحد بيبعت لواحد او واحد بيبعت الكل او واحد بيبعت المجموعه بس ده انا كنت عايز اوصله يمكن مع بعض الاشياء الثانيه بعض الاشياء الثانيه يمكن اتخيلها شويه قدام لما نسمع الابلكيشنز مش على لاير 2 احنا بنتكلم دلوقتي على ماك ادرس ففي ماك ادرس في يونيكاست ومالتي كاست ومالتي كاست ما كذبتش وما قلتلكش ان مفيش مثلا في الاي بي ادرس يونيكاست يعني مفيش جيمز على الانترنت يعني مفيش جيمز اون لاين في جيمز اون لاين وحاجه بسمعها مالتي كاست بس مش مالتي كاست ماك مالتي كاست اي بي بعد ما في حاجات ثانيه لسه سوء فاكرين في نطاق اللاين والماك ادرس باشا ناخد سؤالك برضه ايه عارف الماك ادرس بعديه ازاي؟ هيطلع ببروتوكول اسمه الارب.
طب اشرح لك الاربع بالمره عشان يخلص. بص هو هيبقى في سيشن 10 فكده سيشن 10 ما تجيهاش، يعني كده بالنسبه لي سيشن 10 دي تبقى براءة. بص الكمبيوتر اول ما يجيبه اهو خلاص كده خلاص. بص يا ادي كمبيوتر اسمه ايه؟ اول ما هيقوم اول ما توصلوا الكابل هيقول لي يا جماعه عاوز مكاتكم واي بياتكم. اه بالظبط كده صح. فالارض تبع البرودكاست فده هيبعتها برودكاست، يعني هيبعت الرساله دي على اي عنوان على ديستنيشن ما فات. فايه اللي هيحصل بس إيه؟ خلاص كده. طيب ايه ده ايه ده دي ده بتعرف تشرح عشان انا كده ما حكيناش. طيب مع اول تجربه للكاميرا للاسف تجربه فشلت كده اكيد كانت احسن في المحاضره دي من الفيديو. فمعلش طيب لو حد برضه عايز يستفسر بس خليك احسن ايه ريليتد للموضوع، يعني حاول ما تخرجش الموضوع. الماتش خلص كام كام؟ الماتش خلص 7-0. سؤال طيب؟ مفيش. والله عايش حقك انا عارف ان انا ايه اللي كان عايز يسال احبط شويه بعد اللي انا قلته ده يعني هيكفيس. طيب بص جهز سؤالك والمره مع فقره الاسئله الثانيه احاول طيب تسال. بصوا معلش اي اسئله ليها علاقه بالجيمز او بالاغاني انا مش ايه مش متابع قوي فحقوا عليا ان انا مش متخيلها يعني عارف مش حاسسها. بس ممكن لو حكيت لي ايه اللي بيحصل بالظبط ابدا اتخيلها بالشبكه. لكن عارف التطبيق نفسه ممكن فعلا مش حاسس. يعني حد كان سالني جيم الفلانيه بتشتغل ازاي وبيحصل فيها ايه فعلا كان صعب ان انا ارد عليه. طبعا ما لعبتهاش لكن كفكر كل اللي فكر شبه بعض. طيب تعالوا نشوف مع بعض البوينت الثانيه ما يكفي. طيب يعني ايه ماك ميثود؟ افكرك ان اصلا كلمه ماك مقصود بيها هوب. فماك ميثود مقصود بيها هوب هوب ميثود. هوب تو هوب ميثود لايه؟ هوب تو هوب ميثود هيبقى الغرض منها لما اخترعوها تو افويد حاجه اسمها الكوليجن. اف هوب اكزيستس الماك ميثود هما طريقه اخترعوها هوب تو هوب ميثود طريقه لنقل الداتا فروم هوب تو هوب. الغرض منها ان احنا نتفادى اي كوليجن تصادم ممكن يحصل اشاره. بمعنى ايه كلمه كوليجن؟ انترفيرنس في الاشاره. اف هوب اكزيستس لو كان في هوب ايه الطريقه اللي بيستخدموها عشان خاطر يافويد الكوليجن اف هوب اكزيستس؟ طريقه اسمها سي اس ام اي سي دي سيزما سي دي. المصريين بيسموها سيزما سي دي يعني طريقه اختصار لكارير سنس مالتيبل اكسس ويز كوليجن ديتكشن. اللي هي بص الجماعه بتوع الكوميونيكيشن عشان خاطر يقدروا يبعتوا داتا من كذا ديفايس في نفس الوقت وما يحصلش انترفيرنس بيستخدموا تكنيكس زي مثلا تكنيك مشهور قوي اسمه تي دي ام اي. ايه تي دي ام اي؟ ان احنا نخمس في التايم تايم ديفيجن عشان نقدر نعمل مالتيبل اكسس. عارف هي حاجه شبه شويه اللي احنا عايزين نحكيها فعشان كده قلت هشبهها للناس بتاعت الكوميونيكيشن على جنب. احنا عايزين لما يجي اكتر من جهاز في اللان يبعتوا داتا في نفس الوقت ما يحصلهمش انترفيرنس ما يحصلهمش حاجه اسمها كوليجن. فمثلا جماعه بتوع الكوميونيكيشن بيستخدموا حاجه اسمها تايم ديفيجن مالتيبل اكسس. تايم ديفيجن اللي هو مثلا كذا جهاز بيبعت في نفس الوقت كل واحد فيهم ياخد له توت والتوت اللي هو تايم سلوت.
فانا اخد تايم سلوت وانت تاخد تايم سلوت زي ما بنعمل ايه فقره الاسئله كده. انا بتكلم شويه باخد تايم سلوت وبعدين كل واحد من الزملاء بياخد له تايم سلوت يسال فيه السؤال بتاعه. صحيح تقريبا اي اسئله ما جاوبتهاش معلش حقك عليا اول مره احس ان انا متثبت في الاسئله اللي انتوا سالتوها دي واول مره احس ان انا يعني جايب جدا يعني في كام سؤال اتسالته كده حسيت ان انا متثبت في الجيمز بالذات يعني فمعلش. فطريقه من الطرق اسمها تايم ديفيجن مالتيبل اكسس. طريقه ثانيه اسمها فريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس. دول طرق ايه فايدتهم يا باشا؟ دول طرق فايدتهم ان لما يجي جهاز كذا جهاز يبعتوا الداتا في نفس الوقت ما يخبطوش في بعض ما يعملوش مع بعض كوليجن. يعني عارف لما انا مثلا بتكلم في نفس التايم بتاعي حد بيتكلم عمل كوليجن. فعشان كده عملوا طريقه في الاتصالات اسمها تايم ديفيجن يعني انا اتكلم شويه وواحد ثاني يتكلم شويه. وعملوا طريقه ثانيه اسمها فريكونسي ديفيجن ان كل واحد مننا ياخد تردد من الترددات عشان يتكلم معاه. وعملوا طريقه اسمها CDMA كود ديفيجن ان كل واحد مننا ياخد كود عشان خاطر نقدر نتكلم سيمالتينيوسلي في نفس الوقت من غير ما يحصل مشكله. المهم ان ولا طريقه من دول هي الطرق اللي احنا بنشتغل فيها في ال انا بس حاولت احطها بس على جنب عشان خاطر يعني الناس اللي درست اتصالات تقدر تفتكر اللي احنا هنحكيه ده شبه اللي احنا هنحكيه شبههم شويه بدل DMA CDMA CSMA اللي احنا هنحكيه برضه MA زيهم اللي هو ايه MA مالتيبل اكسس بس الطريقه مختلفه وشغاله اكتر مع اللان اذا ذكرت اللان ذكرت الايثرنت. المهم ايه فكره الكارير سنس مالتيبل اكسس؟ طريقه نازله فين الطريقه؟ سوفت وير نازل على كارت النتورك اهو فين في كارت النتورك؟ من المصنع على الروم يعني كده كارت النتورك نازل معاه على الروم مكين ونازل معاه السوفت وير اللي اسمه سيزما سي دي. الجوريثم طريقه اسمها طريقه السيزما سي دي. بيعمل ايه بقى السيزما سي دي؟ سهله فكرته بتقول ايه؟ بتقول ان انا عايز احاول ان انا ما ابعتش داتا لو كان ليا زملاء ثانيه بيبعتوا داتا لو وجدها. ايه الطريقه بتقول؟ if a device wants to send data it should first sense its receiver. It should first sense its receiver. If receiver is busy, when stop sending. Line busy. Line لو كان busy, then stop sending. If receiver is free, start sending. يعني ايه حالا ما هو تحويل بالظبط كده صح ده فعلا مش كده. الطريقه دي تبقى تعتبر اقل طرق استخدامها معانا حتى في الكيمياء هي بس لازم تبقى معروفه عشان خاطر ايه يعني حتى في المنهج الجديد بتاع سيسكو عشان خاطر ساعات بتعدي الجمله دي على الناس مثلا في مؤتمر في حاجه كلمه هاب كلمه سيز بس دي بس الناس عارفه عنها لكن هي فعلا مش حاجه شغاله. بيحسوا ان هم واصلين على هب. ليه بقى؟ هم عارفين ان هم لو واصلين على هب في اكتر من جهاز بعت في نفس الوقت ده اللي هيحصل. بص لو احنا واصلين على هب وحاول الجهازين يبعتوا داتا في نفس الوقت
يعني مثلا لو حاول الديفايس ده يبعت داتا، ايه اللي هيحصل في الداتا؟ الداتا هتطلع من كل الاتجاهات، ده لو كنا واصلين على هب. في نفس الوقت في واحد تاني بيحاول ان هو يبعت داتا، ايه اللي هيحصل؟ برضو الداتا هتطلع في كل الاتجاهات. طب والهب بيعمل ايه؟ الهب مش هيفرق ما بين الداتا اللي جاي كان باللون الاحمر ولا باللون الاسود، هيميكس الاثنين مع بعض. لو عمل ميكس الاثنين مع بعض ده بنسميه انترفيرنس داخل في الاشارات، او بنسميه كوليجن. يعني في شغل الكوميونيكيشن بيسموه انترفيرنس، احنا في النتورك بنسمي ده كوليجن. يوم ما هب بيخرج الاشاره دي وفي نفس الوقت عنده اشاره ثانيه فبيخرج الاثنين ميكس مع بعض، فده بيتسمى كده انترفيرنس او كوليجن. عشان نقدر نعرفويد حاجه زي دي، دي الطريقه اللي فكروا فيها والطريقه ماشيه كانت بشكل كويس جدا جدا مع الاجهزه الوسط. ايه الطريقه؟ الطريقه بتقول ان يوم ما الجهاز اللي كان عايز يبعت داتا ده لون احمر يقرر ان هو يطلع كتاب الترانسميتر، يعمل ايه؟ يسنس الريسيفر الاول. لما كان الديفايس يحب عايز يبعت داتا سند داتا، it should first sense its receiver. يعني من الاخر الجهاز عايز يبعت داتا، قبل ما يخرج الداتا يرمي ودن كده على الريسيفر. لو حس انه انكهرب، وحس انه انكهرب ليه؟ ما هو لو حس انه انكهرب ده معناه ان في حد تاني سبقه وبدا يبعت داتا. فلو حس ان في كهرباء جايه له بالظبط كده، ساعتها ما كانش المفروض ان هو يبعت اي اشارات. ليه؟ انا دلوقتي عايز ابعت داتا، حرمي ودن على الريسيفر، لقيت الريسيفر متكهرب. طب ما انا لو لقيت الريسيفر متكهرب ده معناه ان الريسيفر بيستقبل داتا، ولو انا خرجت داتا في نفس الوقت اللي فيها ريسيفر بيستقبل داتا، كده هيبقى في اتنين بيبعتوا. مين الاثنين دول؟ انا وفي واحد اللي هو اللي انا قاعد بستقبل منه. ولو اتنين بعتوا داتا في نفس الوقت، طب ما ده اللي هيسبب في الاخر كوليجن. شايف ميكسد سيجنال بتوصل لاغلب الاجهزه الموجوده. تاني لو في ديفايس عايز يبعت داتا، نفسه يبعت داتا، الاول ارمي ودن على الريسيفر. صح، لو كان الريسيفر بيزيد، لو كنت حاسس ان الريسيفر مشغول جاي عليه اشاره، ستوب سند، ما بعتش داتا، لان لو بعت داتا في نفس الوقت كده هسبب انترفيرنس. طيب لو عملت سنس للريسيفر، يعني عملت جس لاب للريسيفر ولقيته فري، لو لقيت الريسيفر فري من حقي ان انا اقدر اخرج الداتا. يعني الطريقه دي في الاخر كان هدفها تنظيم، ايه ده؟ تنظيم بالظبط كده. عشان كده بنسميها ميديا اكسس كنترول، تحكم، تنظيم، تنظيم، طريقه لتنظيم الميديا اكسس. عشان اقدر ابعت داتا في ريموت هوب، هنظم ازاي الاكسس؟ اني ما ابعتش داتا لو لقيت حد بيبعت. واحنا على فكره احنا شغالين بالاس اس بي كبشر ازاي؟ يعني انت لما بتقيني مثلا بشر، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ناس فعلا لما لقيت الريسيفر بتاعها مشغول سكت. يعني لو اي حد عنده سؤال بيعمل ايه؟ اي حد عنده سؤال قبل ما بيفكر ان هو يخرج السؤال بيشوف يا ترى الدنيا حواليه ساكته ولا لا. لقى الدنيا ساكته بيخرج السؤال. لو لقى الدنيا بيزي، يعني لو لقى الريسيفر بتاعه بيجي له عليه سيجنال، يعني سامع صوت ناس بتسال، اكيد كنت هتلاقي نفسك انت ما بتسالش. يعني مستحيل تلاقي واحد ايه، انا مثلا قاعد باخد سؤال من احمد وتلاقي حد تاني داخل في السؤال. يعني طبيعي لو احمد بيسالني يبقى اكيد الزميل التاني سامع سؤال احمد او وصل له سؤال بتاع احمد. فاحمد طالما بدا يسال اكيد زميله التاني هتلاقيه استناه شويه. مجرد ما احمد يبطل يسال سؤال، ايه اللي هيحصل؟ مجرد ما احمد بطل يسال السؤال هتلاقي زميله بدا يلاقي ان الريسيفر بتاعه فري، فيقدر ان هو يسال ساعتها. زي اشاره مرور كده. ايه ده؟ اشاره مرور. حاجه زي كده بالظبط كده. هو فعلا تعتبر نوع تنظيم المرور. يعني حد يعدي والباقي يهدي. فالطريقه فعلا بتبقى ماشيه ازاي؟ الطريقه دي ماشيه ازاي؟ ان اونلي وان في سند اند اول اذرز بي ريسيف. Only one sends and all others receive. يعني واحد بس هتلاقيه بيبعت والباقي كله هتلاقيه بيستقبل. ده امتى؟ لما تبقى اجهزه واصله على هب. يعني سيزما سي دي سوفت وير، سيزما سي دي ده سوفت وير بيشتغل لما الاجهزه تلاقي نفسها واصله لهب. يعني اي كارت نتورك يلاقي نفسه واصل على هب يبدا يشغل السوفت وير ده عشان خاطر ما يخبطش في زمايله. طيب والطريقه ماشيه ازاي باختصار؟ ان لما واحد بيقرر يبعت داتا كل زمايله بيسمعوه خلاص. وبعد ما بيخلص حد من الزملاء بيبدا ياخد الدور بتاعه. المهم كده لما واحد بس بيسن and all others receive، ده كده هنسميه half duplex. يعني ايه كلمه half duplex؟ فعلا half duplex معناها اللي هتلاقيني بالظبط يا ببعت بس يا بستقبل بس. يعني هتلاقي فعلا كل الاجهزه اللي واصله على الهب عشان خاطر تشتغل بشكل سليم، مش ده الشكل السليم، ده الشكل السليم. فين الشكل السليم؟ الشكل السليم ان يوم ما واحد يقرر يبعت داتا، والكيس دي بس لما تبقى كيس واصلين بيها على، يوم ما واحد يبعت داتا هو الوحيد اللي هيبعت، يبقى هو كده الوحيد اللي بيبعت. ده كده بنسميه هاف دوبلكس، ليه بعت بس. طب والباقيين بيعملوا ايه؟ الباقيين بيستقبلوا ما يقدروش يبعتوا، هم عارفين ان هم لو بعتوا في نفس الوقت هيعملوا معاه كوليجن. طالما هم بيستقبلوا بس
يبقى برضه اسمه هاف دوبلكس. ما هو تعريف الهاف دوبلكس؟ تعريف الهاف دوبلكس انا اقدر كام ايدر اشغل الترانسميتر او اشغل الريسيفر ات سيم تايم في نفس الوقت. ما اقدرش اعمل حاجتين كروت في نفس الوقت، يا كانت تشغل الترانسميتر بس يا كانت تشغل الريسيفر بس. وهي الحقيقه في الهاب ان كم واحد هيقدر يشغل الترانسميتر بس من وصله الهاب؟ هو واحد بس يشغل الترانسميتر، والباقي دايما بيبقوا شغالين الريسيفر. لما بيخلص اللي بيبعته واحد تاني بياخد دور، بياخد دور ويروح باعت بس، وكلهم برضو بيستقبلوا بس. يعني للاسف عيب الاجهزه الواصله على الهاب دايما ان واحد بس بيبعت والباقي كله بيبقى قاعد مستمع، مش فاهم ده جاي له هيعمل لها بروسيسنج ولا مش جاي له فهيعمل لها كوب. ده بسبب طبيعه الهاب انه بيفلوت. فدي طبيعه السيزمسي من الاخر. لو زاد عدد الاجهزه طبعا عندك في الشبكه بتاعتك الشيء هيبوظ عليك قوي. لو عندك مثلا اربع اجهزه مش هتحس بالاذيه قوي، لكن لو عندك 20 جهاز واحد بيبعت و19 قاعدين مستنيين لغايه ما يخلص، فطبعا هيبقى ساعتها شيء صعب في الشبكه بتاعتك، بيبطئ لك الاداء بتاع الشبكه بتاعتك. مش بس بيبطئ لك الاداء بتاع الشبكه، ممكن تحصل كده. ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل ان في نفس الوقت اتنين يفكروا نفس التفكير لما بتزود عدد الاجهزه الواصله على بعض. اتنين يفكروا نفس التفكير ازاي؟ if more than one device access at same time. انا كنا متفقين المفروض واحد بس اللي بيبعت والباقيين كلهم بيسمعوا. فلو اكتر من جهاز حاول ياكسس في نفس الوقت دي ممكن تحصل امتى؟ كارتين نتورك. تمام، الاثنين عايزين يبعتوا داتا في نفس الوقت. قبل ما يبعتوا داتا بيعملوا ايه؟ بيرموا ريتن على الريسيفر. الاثنين لما رموا ريتن على الريسيفر لقوا الريسيفر فري، والقاعده بتقول لو الريسيفر فري اقدر ابعت. للاسف لو الاثنين فعلا رموا ريتن في نفس الوقت ولقوا الريسيفر فري هيقرروا يبعتوا في نفس الوقت. فالطريقه للاسف هي بتحاول تافويد الكوليجن قدر المستطاع. هي نسبه، لكن بالظبط فيها بالظبط النسبه دي بتزيد مشاكلها كل قد ايه؟ كل ما تزود عدد الكمبيوترات. يعني لو هم اربع كمبيوترات الاحتمال بتاع ان هم الاثنين يبعتوا في نفس الوقت قليل. لما يبقوا 20 كمبيوتر الاحتمال بتاع الاثنين يبعتوا في نفس الوقت زاد اكتر. فهي نسبه وتناسب ليها احصائيه. وعليه if more than one device access at the same time اللي هيحصل collision will happen. انت تتاثر ازاي او تحسه ازاي كيوزر للشبكه؟ ان الدنيا هتبدا الكوليجن معناه ان الداتا بيحصل لها انترفيرنس، يعني الداتا بيحصل لها ايرور. واحنا عرفنا ان في النتورك ان لما الداتا بيبقى فيها ايرورز بيحصل لها ديسكارد فريمي وتضطرب تاني فلما تيجي تتبعت تاني برضه ممكن للاسف يطلع مثلا في كوليجن تاني فتترمي وتضطرب تاني وتفضل هكذا لغايه فتره طويله. فممكن تلاقي مثلا فتره طويله نفس الداتا اللي عايز تبعتها كل شويه يحصل فيها كوليجن وتضطرب تاني فانت للاسف تحس ان كل ما عدد الاجهزه على الهاب بتزيد الشبكه هتبطا. ليه الشبكه هتبطا؟ تاني واحد بس بيلعب والباقي كله بيسمع. فلو الاثنين حاولوا يبعتوا في نفس الوقت الداتا بتبوظ فبتتبعت من اول وجديد تاني. يعني حتى الاثنين اللي بعتوا الداتا بتاعتهم باظت وبيضطروا يبعتوا تاني. يعني محدش كده بعت خلاص الداتا بتاعت ده وبتاعت ده وبتاعت ده باظت بيبعتوا تاني. تلاقي في وقت طويل من نقل الداتا بيضيع في موضوع ان الداتا بتبوظ وتتعاد مره ثانيه تحس دايما ببطء. فكان لازم طبعا نغير الهاب ده بسويتش، ولكن هي فرض ان التريننج بتاعنا ان احنا كان لازم نتعلم عن الهاب، كان لازم نتعلم عن الميثود دي مع العلم ان فعلا الهاب ما بقاش مستخدم دلوقتي. ولكن في شركات بقى لها فترات طويله قوي لسه عندها هاب. افرض حظك طلع انك اشتغلت في شركه ولسه عندها الهاب اللي بالشكل ده. في لسه واحد كان بياخد معايا سي سي بي كورس اللي فات خلصان من اسبوعين مثلا، كان كورس اللي فات بيقول لي احنا عندنا في الشركه لسه في بتاع اربع هبات. عندهم سويتشات بس عنده اربع هبات وعاملين له مشكله. بس الكل ما يجي يتكلم مع الاداره يقول له بقول لك ايه مفيش بادجت ان احنا نغير ونجيب سويتشات دلوقتي، مش الشبكه شغاله خليها شغاله. يقول لهم بس بطيء، يقول لهم طالما ما حدش اشتكى من البطء ده بشكل مستمر خليها شغاله. عشان بس كده احنا بنحاول نعرف ايه ممكن تكون اسباب البطء انك تتخيلها. اسباب البطء ان ما ينفعش كان واحد بس يلعب على الاجهزه اللي واصله على الهب يبقى يسمعوا. لو اثنين قرروا يبعتوا في نفس الوقت كل جن الداتا بتبوظ وبتضطر تتباع في الاول وجيه تاني بيبطئ لك الدنيا برضه اكتر واكتر. طيب اللي انا حكيته ده موجود فين؟ السيزما سي دي ده موجود فين؟ مش في الهب. امال ايه؟ السيزما سي دي سوفت وير على كارت النتورك بتاع الديفايس بالظبط بتاع الكمبيوترات. يعني في كارت النتورك مش في الهب. الهب نفسه لا يفقه شيء، الهب نفسه مش عارف اي حاجه. ليه؟ الهب اصلا لو كان عنده طريقه من الطرق دي كان يبقى الهب اذكى شويه. ولو الهب كان اذكى شويه
كان قادر ان هو ينظم المرور. الهاب ما بيعرفش ينظم المرور. والتاني السوفت وير ده فين؟ السوفت وير ده حاجات لير 2 والهاب ما هوش لير 2، الهاب ده لير 1. فاي حاجه لير 2 زي كده داتون هي اللي ممكن يكون عليها الماك ميثود. هوب تو هوب ميثود سيزما سي اي. السيزما دي ده مش على الهاب، هي على الاجهزه اللي واصله على الهاب. على الروم نتورك انترفيس كورد. يعني كل الكلام ده لسه ما دخلناش جوه الكمبيوتر. الكمبيوتر يبدا من لاير 3، لكن طول ما احنا لاير 1 لاير 2. لاير 1 هي الكابلات، لاير 2 هي الكرون. فده الروم والرام والترانسميتر والريسيفر بتوع كارت النتورك نفسه. اذا جينا بقى لبقيه الحدوته بتاعه لاير 2 كارت النتورك، غير ان كارت النتورك جاي معاه ماك ادرس من المصنع، ماكين اسف من المصنع، غير ان كارت النتورك جاي معاه ماك ميثود مش الهاب اللي معاه الطريقه دي، ده الكروت اللي بتوصل على الهاب بتشغل الطريقه دي، فالطريقه دي موجوده على الكروت لو لقيت نفسها اصلا هاب بتشغلها. كروت النتورك برضو بتبقى عندها طريقه تعرف تعمل بيها ماك فلو كنترول. يعني ايه؟ يعني تعالى نكتب الحته دي والناس برضو لو عايزه تسال او حابه تفصل براحتهم. نكمل بس بقيه البورد بتاعتنا، حته الماك فلو كنترول حته بسيطه ومش متعبه للمخ. فنحكيها بالمره، يبقى حتى لو فصلنا وخدنا بريك، يبقى حتى لو وصلنا بعد البريك نجرب حتتين والحتتين ظروف دمهم خفيف. يعني ماك فريم لير 2 ديفايسز اكتر منهم حاجات شرح زي ما بيسموها كده ستاند اب كوميدي. يعني هتحس انك انت قاعد في ستاند اب كوميدي، قاعدين يعني بنحكي حواديت كوميديه شويه تاريخيه شويه عن الفريم وشكلها والديفايسز الحديثه اللي فيها. نخلص من ماك فريم، سوري نخلص من ماك فريم كنترول، يبقى الباقي في السيشن حتى حاجات لطيفه وظريفه. ماك فلو كنترول. ما المقصود بكلمة ماك فلو كنترول؟ إن إحنا عايزين نعمل فروم هوب تو هوب تحكم في تدفق المعلومات. يعني يعني معروف جدا في النتورك إن مش كل الأجهزة هتبقى بنفس القوة. يعني أنا كمبيوتر وواصل على سويتش، وبعد السويتش ممكن يكون وصلي على كمبيوتر تاني ولا على راوتر. فممكن تلاقي فيه كمبيوتر قوي، كمبيوتر ضعيف، سويتش قوي، سويتش ضعيف. فطبيعي لو انا ببعت داتا من هوب لهوب مش لازم اللي قدامي يكون بنفس قوتي. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ ان يوم ما يكون اللي بيبعت بقوه قوي واللي قدامه اضعف منه مش قادر ان هو يستحمل، يكون في نوع من انواع برضه التنظيم وتدفق المعلومات. ان فهمنا هي ليه كلها بتفكر في ايه؟ ازاي ننقل داتا فروم هوب لهوب ونعالج المشاكل. احد المشاكل ممكن تكون ان انا ببعت الداتا بقوه واللي قدامي للاسف جهاز اضعف مني مش قادر ان هو يستحمل الداتا دي. وعليه يا ترى ايه هي الطرق اللي بيها ممكن نعمل فلو كنترول؟ اول طريقه افكروا فيها حاجه اسمها بافرنج. طب ليه وازاي؟ احكي لك تاني. لو جينا الكمبيوتر واصل على سويتش، والسويتش المفروض ان هو قوي، يعني جهاز قوي مش ضعيف، بس السويتش مش وصل على كمبيوتر واحد. ده هنا في سويتشات 50 بورت، في سويتشات تانية بس مش موجودة هنا من 1000 بورت. فممكن يطلع في سويتش واحد يا عيني واصل عليه 1000 كمبيوتر. طبيعي ان الكترة تغلب الشجاعة. يعني مهما كان السويتش قوي 1000 كمبيوتر لما يبعته في نفس الوقت ده شيء تقيل قوي قوي على سويتش. وعليه ممكن للأسف يبدأ السويتش يعاني من موضوع الفلو اوف داتا. كم معلومات كتيرة داخله ومش قادر يفكر فيه. ومفروض المنطقي ان اي جهاز في النتورك بيعمل ايه؟ اي جهاز عاقل في النتورك لما بتجيله داتا يدخلها على البروسيسور. على البروسيسور بتاعه. كويس. بس افرض البروسيسور بدا يتشغل، يعني من كتر الداتا اللي اتبعت كمبيوتر 2 3 50 البروسيسور خلاص هنج. ففكروا هم في قالوا طيب طالما ممكن في وقت من الاوقات ان البروسيسور يهنج، يبقى الف ب في اي جهاز نتورك لازم يكون مع البروسيسور ده حاجه اسمها بفر. ومن الاخر بفر معناها ايه عندنا؟ بفر معناها ميموري. والميموري دي اللي هي هتبقى دايما مين؟ الرامات. اي رامات؟ الرامات اللي على الكروت. الرامات على الكروت ازاي؟ يعني المفروض السويتش برضه بيبقى عليه كروت، والكروت بتاعته دي هتبقى عليها رامات. الكمبيوتر يعني حتى لو ده مش سويتش، لو كان الكمبيوتر ضعيف قوي والكمبيوتر قدامه ضعيف، كمبيوتر وكمبيوتر. الرامات بنتكلم او نقصد على الرامات بتاعت الكارت نفسه. فهتلاقي لازم كل كارت، كل نتورك انترفيس كارد لازم هيكون عليه الرامات بتاعته. ده لاني اجهزه؟ الاجهزه اللي بتفهم لير 2 او اكتر، مش الاجهزه اللي بتفهم لير 1. هدف البفر ايه؟ هدف الرامات ايه؟ هدف البفر او الرامات ان يوم ما تيجي داتا بتدفق زائد على الحد
البروسيسور بتاع الجهاز اللي بيستهلك مش قادر يتحكم في تدفق المعلومات يبدا يبفر الداتا. يعني جاله داتا يقعد يخزن في الداتا. يخزن داتا ليه؟ عشان خاطر في الاخر لما البروسيسور يفضى شويه يقعد ياخد بقى من البفر. فمن الاخر البفر عباره عن مخزن نأخر فيه الداتا شويه نعطل فيه الداتا شويه عشان خاطر اقدر ان انا اعمل لها بروسيسنج. وهي بنعبر عنها في الناتج بايه؟ بالرامات. من الاخر اي جهاز لاير 2 لازم عنده رامات. انت عارف لو 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 كان الهب عنده رامات، الهب ما عندوش رامات، الهب لو كان عنده رامات كان هيعرف ينظم المرور وما كانش هيوصلنا لنتائج زي كده. الهب لو كان عنده رامات ولقى اثنين بيبعتوا في نفس الوقت فكان هياخد داتا من واحد ويأخر الثاني، يعني كان يخزن الثاني لغايه لما ده يخلص. لكن الهب ما عندوش حتى رامات. الهب من ارخص انواع الاجهزه، ايفن حاجه زي رامات مش موجوده جوه. ولكن لازم بقى هتلاقي سويتش لاير 2 جوه رامات، كارت النت جوه رامات، كارت الراوتر جوه رامات. اي ديفايس بيفهم اكتر من لاير 1 لاير 2 او اكتر لازم جوه رامات يعمل فيها فلو كنترول يخزن المعلومات فيها. ولكن ممكن للاسف الشديد الداتا اللي جايه تكون برضو اكتر من امكانيات البفر. يعني ممكن تكون الداتا اللي جايه هتضطر جهاز الكمبيوتر اللي بيبعت داتا ده من السويتش مثلا اللي في النص يقعد يخزن فيه. يعني ادي جهاز كمبيوتر بيبعت داتا والسويتش اللي في النص البروسيسور بتاعه مش مستحمل فقاعد بيخزن في داتا، قاعد بيخزن في داتا، البروسيسور لسه مش فاضي فقاعد بيبفر في داتا، قاعد بيبفر في داتا. وتقريبا الداتا تبقى السايز بتاع الباكت قد ايه؟ تقريبا الداتا باكت 1500 بايت ابروكسيمتلي 1500 بايت. فقاعده تيجي 1500 بايت ورا 1500 بايت ورا 1500 بايت لغايه لما البفر بقى على اخره. ايه اللي هيحصل لو جت اي حته داتا بعد كده؟ اي حته داتا هتيجي بعد كده مش هتلاقي لها مكان في البفر ولا مكان في البروسيسور. فللاسف الشديد اي حته داتا بتيجي بعد كده بيحصل لها رهيب طب ديسكارد، ملهاش مكان في الميموري فمش بيعرف السويتش ان هو يخزنها. مش مشكله. ليه مش مشكله؟ عندنا لسه بروتوكولز فليرز اعلى ان شاء الله باذن الله هتعمل لنا حركه نظيفه. حركه بتقول ايه؟ ان الداتا اللي تقع اللي ما بتوصلش بنطلبها تاني. يعني ايه الداتا اللي بتقع وما بتوصلش بنطلبها تاني؟ يعني الداتا دي الجهاز ده بعت كده، ده جات له اي حته داتا؟ ده جات له حته الداتا رقم واحد، اصل لسه بنعرف لايرز اكتر بروتوكولز بترقم الداتا. وجات له الحته رقم 2 صح، وجات له الحته رقم 3، وللاسف جات له بعديها الحته رقم 5. يعني جات له 1 و2 و3 و5. ده معناه ايه؟ اكيد ده معناه ان كان في حته رقم 4 طالما جت 3 وجت 5، بس يمكن حظ رقم 4 كان وحش قوي، ما تلاقيش مكان في البفر ما لقيتلهاش مكان في البروسيسور. يعني البروسيسور عارف يعملها بروسيسنج ولا البفر كان عنده مكان ان هو يخزنها. فبيحصل ايه؟ ما بتوصلش. الاند بقى اللي بيلاقي جات له الحته الاولى والثانيه والثالثه والخامسه هيعرف اكيد ان ناقصه الحته رقم 4. بيعمل ايه؟ مبدا في النتورك بيقول اللي ناقصه حته بيطلبها، اللي عايز حاجه بيطلبها. يعني الحته اللي هتقع دي اللي عايزها هيطلبها تاني. يعني ايه اللي عايزها هيطلبها؟ الفاينل اند اكيد من المعاني دي. الميل ده لو ناقص باراجراف بيغير المعنى. لو بتعمل براوزنج او بتعمل براوزنج لصفحه باراجراف برضه لو ناقص ما بيغير المعنى. تعمل داونلود لفايل في حته في الفايل ناقصه ما هيغير في الفايل خالص. فطبيعي اللي عايزها هيطلبها. ايه احساس الجهاز ده بس؟ احساس الجهاز ده لما بيطلبها تاني ان بياخد وقت، بيحس بس بشويه ديلي. وايه المشكله لما بحس بشويه ديلي؟ لا ايه المشكله لما كنت بتعمل براوزنج وبدل ما ياخد له 3 ثواني خد له 5 ثواني؟ استحمل كده انزل. ايه المشكله لما كنت بتعمل داونلود لفايل وبدل ما ياخد 5 دقائق خد 7 دقائق؟ بنصبر على فكره عادي. ايه المشكله لما كنت المفروض تستقبل ميل تعمل ريفريش ما جاش، ريفريش ما جاش، بعد الريفريش رقم 3 لقيت الميل جاب؟ عادي بتحصل لهم بنستحمل عادي. ليه بقول لك ان كل الكلام ده عادي؟ اصل الحته اللي جايه بقى مش عادي. اللي هي ايه بقى مش عادي؟ فعلا لو وصل في نفس النتورك دي جهاز زي كده. فانا عايز بس اقول لك ان في الاخر الداتا لو وقعت عادي، يعني ممكن تحصل في لحظات الازدحام ممكن يحصل حاجه زي كده. والداتا لو وقعت نحس بس بشويه بطء، وبعدين لما الدنيا بتفضى شويه بنبدا نحس ان الدنيا مشيت حلوه. ولكن لو واصل جهاز زي الجهاز ده اي في 4، ايه مشكله الاي في 4؟ هو عباره عن التليفون بياخد صوتك يحوله داتا سيجمنت باكيت فريم وبيروح مطلع صوتك على شكل
باكيتس وفريمز. الجهاز ده بيطلع صوتك كم بقد ايه بالظبط؟ كل اللي انا بطلعه ما بيزيدش السايز بتاعه عن 150 بايت. يعني الفويس باكيت غير خالص الداتا باكيت. الفويس باكيت لما بتطلع بتبقى حجمها صغير جدا. ليه؟ في الاخر داتا لما تتباع كم داتا كبير فبيقدر يمشي بسرعه وبيبقى كمه كبير. اما الانسان مهما كانت سرعه الانسان في الكلام هيتكلم قد ايه كل ثانيه؟ هيحتاج قد ايه التليفون عشان خاطر ياخد شويه كلمات منك ويحولها للباكيت؟ يعني انا بقول بس الو، يعني ممكن تكون الو دي بس هو خلاص قال لك كفايه علينا كده الو، خدها حولها لبايتس وحول البايتس دي بعد كده لسيجمنت والباكيت والفريم ويبقى قيمه الو دي في الاخر ما زادتش عن 150 مثلا بايت. فانا قصدي ان ممكن يعني يجي حظ الفويس هو بس بيبعت 150 بايت عشر اللي بيبعتوا الداتا انه لقى ان في كونجستشن بمعنى ازدحام. ممكن اللي يقع بدل ما كان يبقى الداتا كان للاسف مين اللي يقع؟ الفويس. لو الفويس وقع ده مشكله؟ داتا لو وقعت مش مشكله وتطلب تاني وهتحس بس ان هي بتغلط. الفويس لو وقع كارثه ليه؟ الفويس لو وقع الصوت بيقعد يقطع. كم واحد فينا بقى الصوت قعد يقطع وهو بيتكلم في التليفون وراح في الاخر عمل ايه؟ ما استناش قفل على طول. انا عن نفسي لما بتوقع بالحظ رديت على مكالمه ودي مثلا ممكن مره كل شهر ارد على مكالمه التليفون لو كمان المكالمه بتقطع يعني بالنسبه لي عارف حاجه صعبه جدا جدا. انا ما بقدرش احط سماعه على ودني وكمان بتقطع اول حاجه بعملها ايه؟ اروح قافل السماعه خلاص خلصت مش هحط سماعه تاني انتهى. ف الفويس فعلا لما بيبدا الصوت ان هو يترمي الباكتس بتاعته ده بيقلل الكواليتي. عارف نسبه قد ايه تقدر تقلل الكواليتي؟ لازم يكون اللوس برسنتجز لوس برسنتج يعني كام باكت تقع عشان ما يحصلش باد كواليتي في الفويس. اللوس برسنت المفروض ما تزيدش عن 1% لوس برسنت اقل من 1%. يعني ايه؟ يعني احنا بالنسبه لنا لو كل 100 فويس باكت يعني انا بعمل كلمه تليفون فصوتي كل شويه يتحول لباكت يتحول لباكت لو كل 100 فويس باكت واحده منها وقعت ما نزودش عن كده. اكثر من واحده من كل 100 ده يخلي صوت فعلا يبقى الكواليتي بتاعته سيئه جدا جدا. صوت بيقطع، صوت فيه زنه غريبه، صوت مش مظبوط، وده اللي ممكن يخليك في الاخر تروح قافل السماعه. واحنا عايزين نعمل ايه؟ احنا نفسنا نحاول نوصل ان الـ loss percentage ما بتوصلش لل 1%. يعني نفسنا ان الـ success percentage تكون at least 99%. يعني كل 100 باكت لو وقعت منهم باكت ماشي، لو وقعت منهم باكت كده هيبقى زياده قوي، هيبقى اوفر. وعشان كده كان لازم يخترعوا في الفلو كنترول طريقه ثانيه للفويس وللحاجات المهمه. كان لازم يخترعوا ايه؟ كان لازم يخترعوا حاجه اسمها congestion avoidance. يعني ايه congestion avoidance؟ ان بعد ما عملنا بافرنج ودي طريقه احنا نخزن الداخل لو حزننا ان البفر اتملى على الاخر عندنا في حاجات مهمه لو اتبعتت ولقت البفر مليان على الاخر اترمت لو اترمت هتاثر على الكواليتي بتاعه الداتا نفسها او على الكواليتي بتاعه الفويس نفسها. فكان لازم اعمل افويدنس اتفادى شيء بالشكل ده تفادي والكونجشن معناها الازدحام الاختراق المروري. ازاي نقدر احنا نتفادى مشكله زي كده للفويس؟ مش نقدر نتفادى مشكله زي كده للفويس كونجشن افويدنس ان احنا نحاول نطبق مبدا اسمه مبدا الكيو او اس. فمبدا مشهور قوي في النتوركس كيو اس ان احنا نعمل كواليتي اوف سيرفيس. كواليتي اوف سيرفيس او زي ما بيسموها المصريين كواليتي اوف سيرفيس. طبعا يا ريت هذا زي المصريين بينطقوها كواليتي اوف سيرفيس سيرفيس. فالكواليتي اوف سيرفيس بقصد ايه؟ بقصد ان احنا فعلا لما يبقى عندنا فويس يبقى عندنا فيديو يبقى عندنا حاجات ريل تايم نحاول ان احنا ما نخليهمش يحصل لهم اللوز ده. عادي ان احنا نحمل على الداتا ويحصل لها لوز زياده، ايه المشكله لو الداتا حصل لها لوز زياده طالما كده كده هتتعاد تاني وتطلب تاني وبتحس انت كانسان بس ان السرعه علقت شويه ان الميل يعني علق شويه ولكن مش احسن ما كان يقعد الصوت يقطع لك شويه. فعشان كده ايه الحل؟ كواليتي اوف سيرفيس بتقول ايه؟ كواليتي اوف سيرفيس بتقول عشان نقدر نعمل كونجيشن افويدنس نتفادى الازدحام هنخلي الداتا لو بريوريتي. ومعناها ايه داتا لو بريوريتي؟ هنيجي نعمل كونفجريشن على السويتشات على الراوترات على الكمبيوترات نقول لهم الداتا على فكره اولويتها مش مهمه قوي يعني ممكن نضحي بيها ساعه الزنقه ساعه الزنقه ان لو مفيش زنقه ومفيش ازدحام مش هنضحي بحد. حاسب كويس في الرام قد ايه؟ وده برضه ده لازم كل الحاجات دي لازم تتحسب طبعا ليها حسابات
في كورس كامل اسمه كورس اسمه كواليتي اوف سيرفيس عشان تقعد تحسب الحسابات دي صح. وهقول له ان الفويس والفيديو مثلا ده هاي بريورتي لو الحاجات الريل تايم مثلا هاي بريورتي. طب ونستفاد ايه؟ احنا هنستفاد لو احنا عرفنا نعمل كونفيجريشن زي كده على كارت الكمبيوتر على كارت الراوتر على كروت سويتش عرفنا نعمل الحاجات دي على الكمبيوترات على الراوترات على السويتشات ان كل ما يبدا البفر يتني كل ما يحصل كونجستشن يبدا يروح مرمي مثلا الداتا. اشمعنى يرمي الداتا؟ عشان هي لو بريورتي. طب لو فضينا باكت واحده من الداتا توقعاتك حاليا نسيت كام مكان للفويس؟ 10 ليه؟ داتا 1500 بايت شلت لي واحده 1500 بقى اقدر احط مكانها 10 فويس باكتس. فمجرد بس الاحظ واحده داتا ممكن 10 فويس يعني شو. ايه اللي احنا هنقدر نوصله؟ نقدر ساعتها احنا نقدر نوصل لكواليتي عاليه عشان نقدر نخدم فويس عشان نقدر نخدم الفيديو عشان نقدر نخدم الحاجات الريل تايم. صحيح الداتا هتتاثر تاثر زي ما هي هتقطع سنك بس انا بالنسبه لي ان الداتا تقطع سنك احسن بكتير من الفويس كان يحصل له لص ويقعد يقطع. فكده نقدر ان احنا نبعت فويس ونقدر نبعت داتا بس اهم حاجه يبقى الفويس ليها كواليتي عاليه والداتا نحاول نديها بريورتي عاليه. الكونفيجريشن بتاعت الحاجات دي مش علينا كسيس يعني ايه علينا بس ككونسبت يعني ايه كواليتي اوف سيرفيس يعني ايه كونجشن افويدنس اللي هو يعني ايه هاي بريورتي يعني ايه لو بريورتي هتيجي سيرتها لسه كتير في الكورس مع فيتشرز ثانيه ولكن ككونفيجريشن مش علينا. ولو حابب تبقى تقرا الكونفيجريشن بتاعت الحاجات دي لو اتزنقت فيها في شغل ابقى نزل كتاب تشوف فيه ازاي تعمل على السويتش او الكمبيوتر او الراوتر الكونفيجريشن اللي انت تقول له ده لو بريورتي وده هاي بريورتي. واحد الكتب الشهيره كتاب انا اللي مؤلفه كتاب اسمه الوجيز في علم الكواليتي اوف سيرفيس. الكتاب ده هتلاقيه موجود على الانترنت الوجيز في علم الكواليتي اوف سيرفيس بيشرح ازاي تقدر تعمل كونفيجريشن للسويتشات والراوترات والكمبيوترات بحيث تقدر تفهم مين اللو بريورتي عندك مين الهاي بريورتي فيقدر الحاجات الريل تايم تعيش مستريحه. بس طبعا هتبقى اكيد على حساب الداتا. بس احنا زي ما حكيت لك في البدايه ان الداتا لو وقعت مش قضيه كبيره قوي. لو حسيت ان البراوزنج خدته 5 ثواني بدل 3 مش مشكله. الداونلودنج 5 دقائق بدل 3 دقائق مش قضيه. لكن تحمي الداتا عن طريق كواليتي اوف سيرفيس او كونديشن اوف ميكس. طيب كده لو جالك سؤال في الامتحان ايه هي طرق الفلو كنترول؟ ده سؤال مشهور قوي. ايه هي طرق الفلو كنترول؟ شو ستو؟ في الاختراط في بفرنج في الاختراط في كونجستشن افويدنس. فايه هي طرق الفلو كنترول؟ انك انت تبفر الداتا بطريقه. كونجستشن افويدنس تعتبر طريقه برضه عشان اتحكم في تدفق المعلومات. ان انا ارمي بعض المعلومات عشان المعلومات الثانيه لما تيجي تتدفق اعرف ان انا اتحكم فيها. يعني اتحكم فيها ازاي؟ اسيب مكان الفويس عن طريق ان انا ارمي الداتا. ان شاء الله في طريقه ثالثه هنبقى ناخدها. بس ده في الترانسبورت لير. حد يتذكر ترانسبورت لير ليه لير كام؟ لير 4. هنبقى ناخد طريقه ثالثه اسمها الويند وينج. بس دي مش هوب هوب. دي هتطلع اند تو اند. لكن لو بنتكلم عن طرق الهوب هوب هم دول الطريقتين اللي في الهوب هوب. بفر وكونجيشن اوي اخزن الداتا. ولو اتزنقت اكتر ارمي شويه حاجات من الداتا عشان خاطر الفويس يعيش. اما الويند وينج لسه هنشرحها مع لير 4 او ترانسبورت لير. طب لو جالك بقى سؤال اختار ثلاثه ايه هي طرق الفلو كنترول؟ بفرنج كونجيشن افويدنس وويند وينج. وعلى فكره سؤال مشهور في كل امتحان من امتحانات سيسكو عند داخل امتحان ابشر سهل صدقني. سؤال مشهور والاختيارات بتبقى كده مشهوره محفوظه اسد. يعني اسد؟ انت لما هيجي لك السؤال وبعدين تشوفه وتلاقي ان الاختيار الصح كان اسد مش هتنساه ابدا. قصدي ما تضايقش موضوع الاسئله. قصة انك تمتحن وتجيب سكور وتجيب 1000 من 1000 ده ابسط ما يكون واسهل ما يكون. المهم ان انت تفهم التريننج. اللي في الاخر عارف السؤال في كل اللي احنا قعدنا نرغيه ده بيسال يقول لك ايه؟ يقول لك ايه اسامي طرق الفلو كنترول؟ بس الاسامي يعني مفيش شرح يعني ايه بفر؟ مفيش شرح يعني ايه كواليتي اوف سيرفيس؟ مفيش ان دي 150 بايت ولا بريزنت كل الكلام ده ليك انت كعليم عشان بيبني عليك. لكن السؤال في الامتحان يقول لك ايه هي طرق الفلو كنترول؟ افتكرها اسد؟ افتكرني لما اجيب لك السؤال ده في الامتحان الجاي وتجاوب وتجيب اسد وتبقى انت من الاوائل في الامتحان وتبقى فرح. مرايح لو حد عايز يستفسر انا معاك. طلعنا فاصل بقى معايا وانا بقولك طلعنا فاصل طلعنا فاصل فاصل.